الأهلي يقلب تأخره 1-0 بفوز ثمين على البلدية 2-1 بعد مباراة مثيرة جدا في شوطها الثاني، وموديست يحسم الثلاث نقاط للنادي الأهلي. والنادي الأهلي بيحصل على العلامة الكاملة في الأربع مطبات الأخيرة اللي حطها له أو اللي حطتها له لجنة المسابقات. كابتن شريف ألف مبروك، فوز مستحق ولكنه مثير جدا 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 جدا. دايما ألف مبروك الأول. دايما المباريات اللي هي بتبقى قبل وبعد البطولات المهمة والأفريقية وكأس العالم الأندية والحاجات دي، لما بتاخد ميدالية بترجع بتقابل مطبات كتير جدا في المباريات، بتقابل إرهاق، بتقابل ذهن مش حاضر. زي ما أنا قلت لك في أول ماتش، مش هينفع تلعب على أساس إنك أنت ممكن تجيب جول في أي وقت. الكلام ده بيبقى له سرعات معينه وبيبقى له تحكم في الملعب بشكل معين وارتداد في الكره الثانيه والمحاوله مره واثنين وثلاثه، وبتيجي معاك مره واثنين وثلاثه واربعه بتيجي في العارضه زي ما شفنا. يعني بتبقى في احداث خلال المباراه ما تخليش، قلت لك دايما بنحسس، ما تخليش انت اللي تحت المقصه، يعني انت اللي لازم يكون ليك انت سابق التهديف، او لما بتجيب جول كمان لازم تغطي الجول. ليه؟ لان الجيم اديك شفت الراجل شاط كره عالميه، واحده بالشمال ده كورتين ورا بعض، ده واحده في العارضه وترد عشان ربنا يكافئه، ولسه نازل الراجل وعدل وحطها بشماله. فكرنا بالكره يمكن كمان اقوى من بتاعه عمر كمال، لا اقوى من بتاعه رضا سليم اللي جابها في الاتحاد، يعني دي حاجه من على الارض بقى، خدت بالك؟ ادوا اداء فيه روح تاني شوط فرقه بلديه محله من لو مارد لك، وتلعبوا بالروح دي قدام الفرق كلها طبعا هيبقى لكم مكانه برضو. الدروس المستفاده كتير في هنتكلم فيها، ولكن الثلاث نقاط كانوا مهمين جدا زي ما انت قلت، وعلامه كامله، واللي جاي كمان ان شاء الله ان شاء الله. ونروح للاهم بقى، صح، تحضير الاهم للاسبوع اللي جاي ده، ننسى كل حاجه غير الشكل والتفكير اللي هيلعب بيه المدير الفني في المباراة الأولى، اللي أنا من وجهة نظري أنا الشخصية يعني اللي على قد يعني إن المباراة هتنتهي هناك بالنسبة لنا إحنا. أنا هنهي المباراة إن شاء الله في تونس، هو ده المبدأ اللي هنلعب بيه، وأنا رايحين نجيب على الأقل جول هناك، هدف، تعرف قيمة الهدف شكله عامل إزاي. فهي دي المرحلة من هنا لغاية لما نتقابل بإذن الله لو يا رب، لغاية المباراة الأولى في تونس، التحضير الذهني كله للاعبين إن إحنا عندنا هدف واحد، إن إحنا يكون لينا حظ التهديف في المباراة دي، إن ما كانش حظ الفوز يعني. صحيح. فبالتوفيق. يا رب. كابتن أسامة ألف مبروك، ثلاث نقاط غالية للنادي الأهلي. آه طبعًا، ألف مبروك للجهاز الفني واللاعبين. فوز غالي جدا لانه اتاخر لغايه تقريبا الدقيقه الاخيره، ففوز مستحق خاصه في الجزء الثاني من الشوط الثاني، يعني اخر 25 دقيقه الاهلي لعب بشكل مختلف، حتى من حيث الروح ومن حيث الضغط بكثافه على فرقه البلديه، حتى الزياده العدديه اللي بلال كان بيتكلم عليها، مستر كولر ابتدى يزود وابتدى يطلع لعيبه من نص الملعب، وزود كهربا جنب موديست جنب كهربا داخل ال 18، خلى قفشه واكرم توفيق بس في نص الملعب، وحسين الشحات من ناحيه الشمال، واكرم وكريم فؤاد من ناحيه اليمين، وضغط بكثافه جدا على فرقه البلديه. والبلديه رغم ان لعبت ال 20 دقيقه او ال 25 دقيقه الاولى في الشوط الثاني بشكل مميز وضغطوا على النادي الاهلي وجابوا جون حلو، لكن ابتدوا يدافعوا لتحت من بدري قوي، والاهلي بطبيعه تاريخه وطبيعه لعبه وطبيعه اصراره على الفوز دايما وانه بيلعب على المركز الاول، ابتدى يجازف بصوره كبيره جدا. عمر كمال لما نزل كمان عمل جبهه ناحيه اليمين كويسه جدا، وزاد زود الناحيه الهجوميه وجاب الجون الاولاني. فالضغط بكثافه داخل ال 18 على لعيبه البلديه خلاهم يقعوا في اخطاء. صحيح الفوز جه في الدقيقه الاخيره، لكن قبليها النادي الاهلي في كورتين ثلاثه كان ممكن
يعني يحسم بيهم اللقاء قبل الدقيقه الاخيره، بس هي جت في الدقيقه الاخيره توجت الربع او ال 20 دقيقه للنادي الاهلي. صحيح. ضغط فيها بكثافه وخلق اكتر من فرصه واكتر من كورنر، فكان واضح ان الاهلي قريب من المكسب، بس هيجي امتى هو. صحيح. ربنا كافئنا بيه في الدقيقه تقريبا الاخيره، وده النادي الاهلي متعود عليه، يعني ماتشات كتير جدا في تاريخنا وبطولات كتير جدا في تاريخنا كسبناها في اللحظات الاخيره، لان دايما عندنا تصميم على الفوز، فالحمد لله ومبروك. الحمد لله رب العالمين، وعقبال اللي جاي ان شاء الله. كابتن عادل الف مبروك، فوز صعب وعوده للنادي الاهلي بعد تقدم البلديه، وشخصيه النادي الاهلي هي اللي حسمت المباراه اليوم. وخبرات اللعيبه في النادي الاهلي، والحاجه الثانيه المهمه يعني انت كان في بدايه الشوط الاولاني كان تيالي، يمكن الكابتن نصر هيتكلم عن الامور دي، كان في طرد كان ممكن يغير لك المباراه تماما، لكن خلينا من التحكيم والكابتن نصر هيتكلم فيه، لكن بتكلم على احقيه النادي الاهلي في الثلاث نقاط. قلت لك قبل الماتش يا كابتن ايمن، ماتش صعب للغايه، من اصعب الماتشات اللي بتمر على كلاعبين ومدربين. الماتش اللي قبل انا بقلق من الماتشات دي، اللي قبل الفاينل دايما فرق كتير قوي بتخسر. صحيح. يعني الحمد لله انك كسبت النهارده. انا قلت لك كنت اتمنى ان نطلع واخدين الثلاث نقاط واخدين واللعيبه كلها سلام، وده المهم في الامر. يعني المهم في الامر ان انت خدت الثلاث نقاط ومشيت بصوره كويسه، عشان ما بعد بطوله افريقيا طبعا بقى ترجع يبقى عندك اريحيه شويه وترجع ل فوز النهارده كان مهم قبل مباراه الترجي. طبعا طبعا، كمان يعني حتى مرحله الشك في الترجي او الحته النفسيه ما يشغلش بال المدرب انه يشتغل عليها، يعني خليه يشتغل على التكتيكس اكتر. صحيح. لانه لو قدر الله كان حصل تعثر النهارده كنت هتشتغل في الحته النفسيه شويه عقبال ما تخرج الفرق من الحته النفسيه. خلي بالك المكسب بيجيب مكسب في كره القدم، والثقه بتجيب ثقه، ولكن الاداء بقى بتاع لعيبه النادي الاهلي اللي سعيد انا بيه انه حاولوا للاخر، بيشتغلوا للاخر، وده المهم. ده الدرس اللي انا سعيد بيه، ان مازال الاجيال وجيل ورا جيل بيعدي بيشتغل على اخر دقائق وبيشتغل في اخر ثواني المباراه وبتكسب وانت مش في احسن حالاتك. احيانا الفرق الكبيره، الفرق الكبيره يمكن شفنا الريال في المباراه اللي فاتت مع الباير، يعني انت أيوة بتتكلم تكسب امتى وممكن تكون مش في احسن حالاتك لكن تعرف تكسب. صح. دي فلسفه بتاعه النادي الاهلي ومتعودين عليه. صحيح. طيب هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار بعد الفاصل، انتظرونا. زي مشاهدين كابتن بلال، التغييرات صنعت الفارق النهارده لصالح النادي الاهلي في توقيت صعب جدا. ماتش صعب عصيب. ومكسب حلو في الدقيقه الاخيره، يعني احنا تعصبنا ورحنا وجينا مع الماتش اوفسايد وجول، يعني وجولين فيهم تسلل وفيهم قرارات وكور في العارضه وجنب العارضه وبتروح وبتيجي، يعني رحنا كتير قوي 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 مع الماتش، لكن في النهايه بيبقى طعم المكسب حلو بتاعه الماتش دي، بتستمتع بطعم المكسب، طعم الفوز. يعني لان المكسب صعب، خد بالك لما يكون الماتش سهل من البدايه ما فيش تفاعل، ما بتتفاعلش وانت قاعد بتتفرج على الماتش، لكن الكره رايحه جايه رايحه جايه وجول وبتاع وبتتغلب وبعدين تتعادل وفي الدقيقه الاخيره وبيديك 9 دقائق بيجيب جول في الدقيقه 5. بس انت توقعت المكسب بعد ما الامور اتصعبت؟ ما انا مش انا قلت لك قبل المكسب قلت لك ايه؟ سهل نجيب جول تاني. صح. ممكن نجيب جول تاني لما كنا 1-1. لما كنا 1-1 ممكن نجيب جول تاني. الاهلي عنده الامكانيات والقدرات ان يسجل اهداف، والاهلي عنده الامكانيات والقدرات انه يكسب المباراه. وبالمناسبه خلينا برضو نحيي بلديه المحل على الاداء، يعني الحقيقه اداء النهارده قتالي، اداء رجولي، اداء مشرف لفرقه البلديه، يعني اداء رائع جدا. يعني البلديه ما شفناهمش بالشكل ده طول السنه. يعني انا دي يوم تحيه خاصه طبعا يعني لكل القتال اللي حصل النهارده في المباراه، بيلعبوا بشرف بيقاتلوا للدقيقه الاخيره، ولكن برضو الاهلي كما العاده بيحسم اللقاء، لان خلاص انت بتلعب على دوري عام، فانت بتلعب للثانيه الاخيره بغض النظر بقى اديت كويس اديت وحش، خلاص انت المباراه دي بالنسبه لك. يعني بص انا وجهه نظري ان المباراه المؤجله كلها نوك اوت، تمام؟ صح. انت تكسب فيها. خلاص الاداء بالنسبه لي يعني مزلوط. انا خدت 3 نقط،
انا خلاص انا خد بالك هو 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 سلم انت كل شويه بتاخد نقطه الثانيه الثالثه بتصعد السلم وانت ماشي. كسبت بقى وانت مادي اداء برازيلي، كسبت وانت مادي اداء وحش، كسبت وانت مادي اداء متوسط، مش هتفرق معايا طول ما انت بتكسب المؤجلات بالنسبه لك. مظبوط. فالنهارده مكسب صعب جدا جدا جدا، له طعم حلو بالنسبه لنا، مكسب يدينا امال وثقه في المباراه اللي جايه، المباراه النهائيه. خد بالك المكاسب اللي بتبقى مع الماتشات الكبيره بتخليك رايح مبسوط بغض النظر عن اختلاف الماتشات، بغض النظر كمان عن 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 الموتيفز الموجوده في الماتشات، الماتش الثاني المختلفه شويه عن الماتش ده. ولكن يا كابتن ايمن انت برضو كلاعب بتبقى نفسك تروح وانت شامم نفسك، وانت كمان كمدير فني بتبقى عايز تروح وانت مش حد بيكتب ايه، انت كاتب الاهلي اتعادل ويخسر نقطتين او يخسر ثلاث نقاط في قبل الذهاب لبطوله، عارف لبطوله الترجي وقبل الذهاب للنهائي، ومن غير حد ما يكتب برضو انا كمدير فني هبقى من جوايا برضو ما هي يعني الكتابات دي بالزبط. هتبقى ناتج الـ 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 النتيجه نفسها اذا كان التعادل او الخساره لا قدر الله يعني. فمكسب مهم جدا في توقيت رائع جدا جدا جدا، تسافر وانت مطمئن، تسافر وانت مطمن كمان على ادائك الهجومي. تاخر الراجل شويه، تاخر شويه في التغييرات تمام، اللي كنا بننادي بها ما بين الشوطين وقلنا لازم يطلع ويلعب باتنين فراوده. بص السيناريو اللي حكيناه وعملها بعد كده، بس بالك هو ده السيناريو اللي بدايه الشوط اللي اتكلمت عنه ما بين الشوطين، قلت لازم نغير طريقه اللعب لاربعه واحد 3-2 علشان تقدر تسجل اهداف، مش بس عشان تسجل اهداف، عشان يكون لك الغلبه جوه ال 18. وده اللي عمله الراجل، ممكن يكون عمله متاخرا شويه لكنه عمله. ولما عمل الكلام ده انت طول الوقت انت اللي بتاخد، خد بالك الكرات العرضيه كلها. في حاجه النهارده كانت حلوه جدا مهمه عملوها لعيبه الاهلي النهارده، سواء اذا كانت بتعليمات او بغير تعليمات، الكرات كلها كانت بتتلعب من على اطراف الملعب. خد بالك لان الكرات اللونج باس اللي من القلب بتبقى سهله جدا للمدافع، صعبه جدا للمهاجم، صعب السيطره عليها، صعب توجيهها، صعب الكنترول عليها، بتبقى صعبه جدا. فالنهارده كان في حاجه بتتعمل حلوه جدا من لعيبه الاهلي، انه لما حتى يستلم وهو في القلب فاضي كان دايما يحول على اطراف الملعب، عشان الكروس العرضي ده بيبقى بيمثل صعوبه كبيره جدا على دفاعات البلديه. وده اللي حصل النهارده، وده اللي اتسجل منه النهارده الاهداف، وده اللي جت منه الخطوره. فالنهارده مباراه حلوه الحقيقه، او شوط تاني حلو، شوط تاني حلو بالمعنى الاداء من الفرقتين على فكره. ايوه بالظبط، البلديه بيسجلوا هدف حلو قوي قوي قوي، بترد انت كمان بهدف، ترد بالتاني، بترد بالتالت، بترد بالرابع، ثلاث اهداف بتسجله ما بتحسبوش، بس انت خلاص انت جوه ال 18، انت قريب يا كابتن، انت قريب طبعا انت خلاص قريب، احنا خلاص احنا قاعدين مستنيين جول. ايوه قاعدين مستنيين. لا هيسجل امتى؟ هيسجل ازاي؟ مين هيسجل؟ يعني النهارده في كوره لمودست قبليه على طول في السكس يارد تمام، سهله تيجي الجول، التعامل معاها كان مش احسن حاجه تمام، قبليه على طول في واحده الكهرباء قبليه، حتى الجول اللي انت جبته تحس ان جول يعني بيقطع الانفاس، يعني الكره تروح لمتولي في السكس يارد تمام، بيلعبها بدماغه يعني، جت في العرض تحت وبعدين، والثانيه الاصعب بكتير جدا يعني. طبعا بس معلش هاخد فضل منك فضل كلمه صغيره بس فضل. الحته اللي انت قلتها على بلديه المحله، قلت على بلديه المحله، قلت لعبوا مباراة قوية جدا، مباراة كبيرة جدا، بيقاتلوا طبعا هكذا كل اللي كل بيلعب النادي امام النادي الاهلي طبعا، خلي بالكم يعني مزبوط. يعني انت كنادي اهلي ممكن لو اتفرجت على ماتشات في الدوري فرقتين بيلعبوا بعض بتلاقي صح. اداء عشان كده انا بقول لك الله يكون في عون اللاعبين دائما والاجهزه الفنيه اللي بتشتغل في النادي الاهلي، بيشوفوا الفرقه بشكل وبيشوفوها لما بيجي يلعبوها بشكل اخر روح تانية خالص. يعني انت بتكون ماشي وحش قوي وبتكون مادي اداء مش كويس بقالك، فانا كمدرب النادي الاهلي بتفرج عليك وعلى شرايطك، فانت ادائك وحش فبعمل تكتيك على بلاقيك وحش في المباراه. بس النادي الاهلي ليه فلسفه دايما يا كابتن، والمديرين الفنيين ليهم فلسفه تانية خالص، ان مهما كانت قوه الفريق اللي قدامك انا اليد العليا بالظبط. ولكن يا كابتن ايمن بكلمك، انا لما بتفرج وبحدد الطريقه اللي العب مع الفرق انا بشوفهم بعين في المباريات اللي بتفرج عليها يعني انا بقول لك بلديه المحله النهارده لو بتلعب بالاداء ده اللي لعبت امام النادي الاهلي النهارده كان زمانها دلوقتي تبقى تاني تالت في الدوري. لا يعني لا بجد تاني تالت في الدوري دي حقيقه. ايمن اللي عادل بيقوله ده في صعوبه ولكن ده
كل الفرق الكبيرة طبعًا في العالم. ليه؟ بصرف النظر على المدربين طبعا، بنحيي احمد عبد الرؤوف النهارده، حيي اي مدرب بيلعب قدام النادي الاهلي، بس اللعيب نفسه، لا نفسه كشخص، فرصة تجهيزه طبعًا. تجهيزه لنفسه في مباراه الاهلي، او لو انا في الدوري الاسباني بلعب هلاعب ريال مدريد، او انا في الدوري الالماني هلاعب بايرن ميونخ، تجهيز اللاعب نفسه بنفسه بيبقى مختلف خالص عن أدائه في ماتشات تانية. صح. يعني ممكن حد النهاردة مثلا موت نفسه وعمل ممكن جدا هو يطلب الماتش الجاي انه يريح، يقول للمدرب انا عايز اريح الماتش الجاي. لكن ماتش الاهلي هيبقى كل الناس بتتكاتف، كل واحد عايز يطلع اقصى حاجة عنده، عرض ليه زي ما انت بتقول الصعوبة، هيلعب على قدام اهم فرقة في افريقيا وفي الوطن العربي، هيتشاف اهله، هيشوفوه اصحابه، هيشوفوه هيتسوق، هي يعني تفكير اللاعب نفسه غير المدرب. صح. بيبقى مختلف، في صعوبة، فده طبيعي، في صعوبة بس في صعوبة امام يعني النادي الاهلي في كل الماتشات، مش متغيره يعني، احنا حتى في اجيالنا هتلاقي انا كده. احنا موافقين بس انا بكلمك يا كابتن اسامه، لا زادت الايام دي ليه؟ والله يا ايام طول عمرها كده، لا لا لحظه، الايام اللي كانت كان انت في فرق قريبه منك، كان في فرق بتبقى قريبه منك قوي، يعني الاسماعيلي والمصري والفرق دي كلها، كان كله كان بيبقى عندهم 14 لعيب في المنتخب، منهم 6 7 في المنتخب، وال 14 لعيبه جامده. كان بكلمك على صعوبه النادي الاهلي في كل ماتش، يعني في كل ماتش بيقابل، وبعدين انت بتلعب مباريات اكتر، وبعدين بتروح تلعب في بطولات اقوى، وبعدين انت بتجاهد كتير وبتسافر وبترجع وبترد وبتعمل. علشان كده انا بقول دايما بتمنى ان لازم لما يحصل مواقف للفرقه لازم يتهدي عليها، يعني بمعنى ايه؟ انه نهدى على الـ على على التيم، يعني مندوس خالص. ليه مندوس؟ ليه ما انت شغال وبتوصل لاهدافك، هي ده اللي انا بس حبيت، معلش يا بلال، ايه كنت عايز اقول حاجه كابتن اسامه؟ كنت وقفت بس للكابتن بلال، حبيت اقول له كلمتين دول. عندك تعليق؟ لا 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 طبعا، كلام كلام مظبوط طبعا. يعني انت خد بالك كابتن ايمن، ما هي دي، خد بالك هي دي صعوبه المباريات اللي انت بتواجهها، خد بالك. وعشان كده البطل باش بطل من فراغ. يعني بطل الدوري دايما او بطل الكاس، يعني الدوري تحديدا، سيبك من الكاس، بطل الدوري دايما ما يبقاش بطل من فراغ. انت طول الوقت انت بتقابل صعوبات كبيره جدا، طول الوقت بتقابل منافسين. بس اللي بيقوله الكابتن عادل مش جديد، ما هو مش يعني، عشان كده بقول لك البطل البطل يعني البطل ما ينفعش تيجي تقول لك طول عمر الفرقه اللي بتلعب النادي الاهلي كده. لا الجديد يا كابتن ايمن في البطولات القويه اللي انت بتلعبها دلوقتي، انا بتكلم على الاجهاد بتاع البطولات. احنا ايامنا لكن كل اسبوع مباراه، لكن انت بتروح كاس عالم للانديه، انت بتروح تلعب فرق في كاس عالم للانديه قويه، انا بكلمك طول السنه ماتشاتك صعبه، ماتشاتك قويه. احنا كنا بنقدر على اللعيبه فقط، لكن وبنروح افريقيا وبنسافر افريقيا وكل حاجه، بس الماتشات ما كانش كتير يا كابتن ايمن. لكن دلوقتي الماتشات كتير جدا على اللعيبه، الوقت وبتروح تلعب في بطولات قويه، وعندك اكتر من بطوله، بنلعب في بطولات كتير جدا، وسوبر وكاس سوبر وبطوله سوبر في للدوري، وكاس مصر بتخرج تلعبه بره، يعني في اجهاد وفي حاجات، زائد بقى الفرق كلها بتيجي تدخل عليك بقوه، والحاجات عامله لود على لعيبه النادي الاهلي. ولكن برضو زي اللي انا بقوله دايما، ان شخصيه لعيب النادي الاهلي هي اللي بتحسم الامور في الاخر. يعني الماتش كان صعب جدا، وسيناريو الماتش صعب، يعني السيناريو اللي احنا شفناه الشوط الثاني صعب، والفرقه البلديه الروح المعنويه عليت قوي قوي قوي، خصوصا بعد ما جابوا الجول الاولاني. فالماتش صعب بطريقه كبيره جدا على لعيبه النادي الاهلي، ولكن لعيبه النادي الاهلي بشخصيه النادي الاهلي حسمت الماتش لصالحها في الاخر. طبعا، ما عشان كده بقول لك ايه الفرق من الفرق اللي بتلعب على بطوله او اللي بتاخد بطوله، والفرق الثانيه اللي بتلعب في الليفل الاقل شويه. بالظبط، ان انت طول ما الحكم لسه ما صفرش، طول ما انت عندك امل في الماتش، تمام، طول ما انت عندك اسلحه بتحارب بيها او بتلعب بيها. فالنهارده انت التغييرات اللي في الملعب النهارده وطريقه اللعب، انت طريقه اللعب اختلفت، اتصعبت اكتر، خد بالك. يعني ممكن واحد يقول لك ده الاهلي ما لعبش ماتش حلو، لا، انت طريقه اللعب او الطريقه اللي لعب بيها نادي البلديه بعد ما سجل الهدف طريقه مختلفه تمام. هو بيلعب في ال 18 بالظبط، هو حاطط 6 7 لعيبه في ال 18 واثنين قدام ال 18، لدرجه ان انت لما حتى ما فيش حتى
ما فيش رقم 9 مش موجود على 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 على, على على دايره نص ملعب، ده هو كمان موجود قدام ال 18. فانت بتتكلم في ال 10 لعيبه محاوطين ال 18، فانت عايز تخترق الغلاف الرهيب ده، عايز تخترق حائط الصد ده، عايز تخترق كل اللعيبه دي عشان تسجل هدف. فطبعا التصويبات ما عندكش فرصه انك تصوب لان اللعيبه مرصوصه قدامك. صحيح. تمام. انت لما تيجي تمسك الكرة انت بتدور على ايه؟ بتدور على حل يعني سحري زي ما بيقولوا. صح. فكان عشان كده قلت لك كابتن ايمن كانت الحلول السحريه الذكاء بتاعت اللعيبه داخل الملعب، او ذكاء حتى المدير الفني، ممكن يكون المدرب الفني هو اللي ادى التعليمات. طب بص ما تلعبش من القلب، حاول تلعب على اطراف الملعب. فعمل ايه؟ خلى الشحات طرفه على طول جنب علي، وطرف الناحيه الثانيه اكرم توفيق وكريم فؤاد. وكريم فؤاد وكريم. بحيث ان كل الكرات اللي بتتلعب تتلعب بالعرض. مزبوط. لان بتبقى اصعب حاجه على المدافعين الكرات العرضيه، صعبه مزبوط. جدا. ليه يا كابتن؟ انت النهارده لما بتمسك مهاجم وانت عارف طبعا بيبقى من السهل ان انت يعني تعمل فنت صغير كده تهرب من المدافع. تمام. طيب. والخلخله اللي بتعملها بالتحركات داخل ال 18 يعني من الصعوبه جدا اثناء انك بتعمل الكروس العربية. انك تتمسك. علشان كده النهارده يعني تحيه يعني شابو لعيبه الاهلي النهارده الشوط الثاني واخر 20 دقيقه او اخر 30 دقيقه عشان كان في وقت ضايع تقريبا 20 دقيقه. طريقه اللعب اللي لعب بها النادي الاهلي كنا متاكدين ان لازم يجي جول، لازم هيجي جول يعني بطريقه اللعب دي والفرص اللي بتيجي وانت خلاص يعني في كمان في مسجز كده بتجيلك من اللعيبه وانت قاعد بره ان هم عايزين يسجلوا هدف. فاهم قصدي؟ في الرساله دي بتوصل لك وانت قاعد بره، لا 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 سجل هدف دلوقتي حالا. القتال اللي موجود في ملعب مع القتال بتاعنا لعيبه البلديه وانت تفوقت عليه في معظم الكرات وكنت بدلك في 2-3 اللي هم اتحسبوا تسللات، واحده اتحسبت فاول تقريبا، يعني انك حاسس ان انت هتسجل هدف. تمام. وهي دي السبيريت اللي انت المفترض تشتغل بيها، لان كل الفرق يا كابتن ايمن تلعب بنفس الطريقه. فانت مطالب كل ماتش عشان ما تقولش اصل بص نغمه ان احنا او فكره ان احنا اللي جادوا خلاص انت في الحته دي، انت في الزون دي خلاص. صح. مش هتخرج منها طول ما انت عايز تلعب تاخد بطوله، طول ما انت هتبقى في الزون دي خلاص انت مش هتخرج منها. مش ينفع تقول ايه اصل انا بلعب كاس عالم وبلعب افريقيا وبلعب كاس مصر وبلعب السوبر. خلاص يا كابتن انت كنادي اهلي خلاص انت مش هتطلع من قدرك كده. مش هتروح للكومفورت زون بتاعتك. صح. هتبقى بعد ما تخلص البطولات. مزبوط. وتقعد شهر مريح، لكن غير كده لا، انت اشتغلت حلو قوي وبتشتغل كويس جدا 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 وانت ماشي بخطه ثابته في الدوري العام المصري، وثلاث نقاط مهمين جدا جدا في مسيرتك ما خد بالك يعطلوك قوي لو خسرتهم النهارده. طبعا. يعطلوك قوي. طبعا. خد بالك الفرق هيبقى بينك وبين بيراميدز لصالح بيراميدز لو كنت لا قدر الله اتغلبت النهارده او حصل اي او تعادل او يخفر. فالنهارده انت كمان كل ما تكسب كل ما تاخد النقاط كل ما انت بتضغط على المنافس اللي هو اللي قدامك او مساقك بالنقاط. طب بتضغط عليه طبعا لان الاهلي قادم، هو انت عندك مؤجلات، هي بالنسبه لك انت المؤجلات يعني امر مرهق، لكن بالنسبه له بتضغط عليه. كل ما تكسب تضغط عليه. صح. كل ما تكسب تقرب الفرق منه فتضغط عليه، فبالتالي ممكن يبقى عنده مشكله كل ما تقرب الفوارق كل ما تضغط عليه كل ما تبقى انت ان شاء الله رايح. صحيح. لبطوله الدوري العام باذن الله ان شاء الله. طيب كابتن شريف كنت بتتكلم على ايجابيات ماتش النهارده وقلت هنقولها بعد ما كل الزمايل تتكلم. هم سابوا حاجه كانوا لا سابوا. انت شفت حاجه؟ انا اخر واحد متكلم يا كابتن. انا اخر واحد متكلم. لميت الفرح كله. انا اخر واحد متكلم. في حاجات بتحصل في المباريات بتطلع السبيريت اللي عندك، بتطلع الروح اللي عندك. فالمطب اللي حصل والجول العالمي اللي دخل خضه طلعت المسؤوليه اللي موجوده كل لاعب موجود في الملعب. ما ينفعش ازاي يعني الناس اللي جايه بتهدي الثالثه شمال بتهدي شمال وفريق عظيم الكلام ده بيقشعر الواحد في الملعب كمان يعني وبيحس بيه. في ضريبه في الملعب انت مسؤول عنها. النهارده انت ممكن تبقى كويس وبكره مش كويس وكلنا كنا كده يعني. انا النهارده في حالتي مفيش لعيب بينزل الملعب سليم على فكره 100% عشان الناس تبقى فاهمه. ممكن وانا رايح الصبح صباع رجلي مش عارف ضفر حصل فيه ايه. اكبر اللعيبه حصل لنا كده وكنا بنلعب ونلف شاش ونلف قطن ونعمل وحاجات ونلعب غصب عننا بدل ما كنا بنبقى يعني فريش كده وبنبقى برضو حطينا في دماغنا. فاللعيبه معذوره احيانا واحيانا ربنا بيعمل حاجات يخليك تطلع اي حاجه موجوده عندك ما كانتش موجوده لمده 45 دقيقه ما كانتش موجوده لمده 60 دقيقه.
وفي عناصر كتيره بتخش بتكمل شكل الملعب. يعني النهارده عمر كمال عبد الواحد خدت بالك قفشه نزل في وسط الملعب مسك الكوره بقى ايقاع في الحكايه يقدر يطلع واحد ويقدر ياخد من الثاني ويباصي. حسين الشحات يمكن ما كانش في الصوره خالص انه هيلعب ولقى نفسه لازم يلعب. مودست قلنا لما بيلعب جنب سنتر فيرو الثاني بتبقى عنده المساحه انه يبقى عنده حريات وعملها قبل كده وجاب جول قبل كده. في حاجه يا اسامه؟ لا طيب. ف كل العناصر اللي حصلت كل التغييرات هي في الاخر بتصب وتطلع فين وتصب كلها فين؟ في التيشيرت الاحمر، في الروح اللي انت بتلعب بيها، الروح اللي احنا بنطالب في اللي جاي واللي بعده. انك انت مش بتقابل فرقه واحده، انت بتقابل كل الفرقه طمعانين فيك. طبعا بتطمعانين في ايه؟ طبعا طمعانين في حجمك كويس وبيحاولوا يقربوا منك لانك انت بتحطم ارقام نفسك. يعني الحمد لله على كل شيء، فكل الناس عايزه تبقى في الصوره معاك ولو بهدف ولو بتعادل. يعني الهدف النهارده ما خدش الصوره بتاع بلديه محله، هتفضل الولد ده ماجد هاني. ماجد هاني ما في حياته، فاكر ريحان ومش عارف ايه في حياته. انا جبت جول زي ده في النادي الاهلي في قمه اداء النادي الاهلي، في سيطره النادي الاهلي على الاوضاع كلها الحمد لله. فانا عشان لعبنا كلنا كوره وفاهمين اللي بيحصل في الملعب، عدى علينا الحاجات دي كتير جدا. وفي ماتشات عرفنا نعوض ونكسب، وفي ماتشات ما عرفناش نعوض، وفي ماتشات اتعادلنا فيها. فالحياه مستمره، الحياه مستمره بحلوها وبصعوبتها وبكل حاجه. فاللي حصل النهارده طبيعي، بس قمه الاثاره كانت لجماهير النادي الاهلي اذا كانت في المحله او خارج المحله او في الوطن العربي وخارج الوطن العربي كله. مباراه كانت نهايتها سعيده جدا الحمد لله رب العالمين. طيب كابتن اسامه استنى هتكلم على التغييرات، بس في ايجابيه برضه كابتن امين. سالت الكابتن شريف يعني الايجابيات يعني بعد اذنك. النهارده انت رجعت للبلس 90 تاني، تمام؟ ايوه. انت بلس 90 كنت تتعادل يعني بيجي في الجوان، اتغلبت ماتش الزمالك، تعادلت بعد كده، اتغلبت البنك الاهلي، تعادلت في امبي، فكان بلس 90 ده بالنسبه لك انت اللي كنت بيجي فيك جوان. النهارده انت رجعت لوضعك الطبيعي، هو ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي. ايوه ده الطبيعي، ان انا ما اجيش في جول، مش انا اللي يجي فيها جول في الدقيقه بعد الدقيقه 90. صح. مش انا الفرقه الكبيره، انا النادي الاهلي المعروف عندي ان انا اللي بجيب، انا بلس 90 انا اللي بجيب الاجوان، مش انا اللي بيجي فيها الاجوان. فاهم قصدي؟ فدي بشوفها يعني بقت ايجابيه مره ثانيه، وعادت الايجابيه دي مره ثانيه للنادي الاهلي. صحيح. طيب كابتن اسامه، مستر كولر عمل ثلاث تغييرات في الدقيقه 68. ايوه. حسين الشحات مكان رضا، وكريم فؤاد مكان بيرسي تاو، وموديست مكان مروان عطيه. وده اللي احنا طالبنا بيه يمكن زي ما قاله الكابتن بلال من بدايه الشوط الثاني، هو عدل الاوضاع بس بدايه من الدقيقه 68، وده اللي فرق في عوده النادي الاهلي للمباراه مره اخرى. ما فيش شك، احنا بين الشوطين انت سالتنا على موضوع تغييرات، قلنا مش طبيعه مستر كولر انه بيغير بين الشوطين. انا قلت لك ممكن يحصل تغيير في نص الملعب، بس انا اعتقد انه مش هيغير. وده اللي حصل. بلدية المحله الشوط الثاني نزلت بشكل ضاغط على النادي الاهلي وجابت جون حلو في الدقيقه 58 تقريبا. هو حس انه في ناس ابتدت تتعب، ابتدى في الحلول بقت اقل، امام جهده قل، بيرسيتاو جهده قل، رضا سليم ابتدى جهده يقل، فلازم كان يعمل تنشيط وكمان يغير الشكل بتاع نص الملعب. بالزبط. اللي هو فيه ثلاثه، اكرم توفيق ومروان وكان امام. اعتقد ان كان ده كان الهدف، ان هو يغير شكل نص الملعب. ما هو يغير نص الملعب، ما هو كان يغير واحد بس وخلاص. وكمان حس انه بيرسي ورضا ابتدى عملوا جهد الشوط الاولاني، حاولوا يزودوا بس ابتدوا يقلوا، فعشان كده نزل حسين الشحات وكريم فؤاد على الاطراف. وموديست خرج واحد من نص الملعب اللي هو مروان عطيه، واحنا كنا بنقول يا اكرم يا مروان عطيه يطلع وينزل، كنا بنتكلم على قفشه او حسين الشحات. هو عمل الحل الثالث اللي كان بلال بيتكلم عليه، انه وقت معين والنادي الاهلي مغلوب محتاج راس حربه تاني داخل ال 18 عشان يبقى متمركز
يساعد راس الحربه الاساسي. مظبوط. يعني كهربا عادي انك تكسب ب4 3 3 انه يبقى راس حربه واحد موجود، بس احيانا في وقت بتحتاج ان تضغط الفرقه براس حربه حرب. براس حربه تاني جنب الاساسي، بس على مش كل أساس. الاوقات لا مش كل الاوقات اوقات معينه لا لا مش كل الاوقات. مظبوط. دي بتبقى اوقات يعني صغيره، لكن في ناس في مدربين كانوا بيلعبوا 4 4 2 شريف شريف بيحب كده دايما تلعب براس خلاص، هي وجهات نظر ما هي ماشي، بس انا بقول لك انا شمع النادي الاهلي يعني عرضياتي كتير وبوصل يمين وشمال، فلما على الاقل بيبقى عندي اتنين او زياده عدديه بتبقى موجود وانت عامل ضغط على الفرقه اللي قدامك التكتيف اللي على ال 18 والكره الثانيه بتاعتك هي دي فرقه كبيره يعني مش الاهلي بس هو يا مش الاهلي بس دايماً هو تلاقي كل الناس بتخش جوه ال 18 عشان تجيب جوال اللي هو احنا بنسميه الشادو سترايكر، الناس اللي جايه مش متشافه. انا بقصد يعني الفكره اللي شريف بيقولها دي، في ناس بتحب تلعب كده ولغايه دلوقتي في ناس بيلعبوا 4 4 2 بس طبعا راس الحربه الثاني ما بيسقط شويه بيتحرك شويه، وفي ناس بتلعب 4 3 3 وده اكتر العالم دلوقتي. تملي الاطراف هم اللي بيبقوا بيلعبوا كرؤوس حربه عشان يعملوا الزياده العدديه، وفي ناس بتكمل من نص الملعب. ايوه. في وقت بقى انت بدل ما بتحل بالطريقه دي، وطبعا احنا عارفين طبعا نجمنا محمد صلاح اكتر واحد وخد اكتر من مره هداف الدوري الانجليزي وهو بيلعب على الطرف اليمين مثلا لانه بيخش يكمل كراس حربه تاني، ولكن في وقت انت حاسس ان راسات لعيبه الاطراف مش قادرين يخشوا للعمق كتير او مقفوله عليهم، فبتحط حد اساسي زي ما هو النهارده عمل مع مودست جنب كهربا. أيوة. على اساس اولا حاجتين، يبعت رساله لفرقه البلديه انه لازم خلاص تكش كده وتفضل جوه ال 18 لغايه لما تلعب انت على اخطائهم، وفي نفس الوقت الزياده العدديه دي جوه ال 18 ده ما جاتلوش هتقع للتاني، ده فاتت هيبقى ده هتروح للتاني زي الجون اللي كهربا جابه وكان اوفسايد اللي هو بيرسي توزع لقوله بدماغه مودست توزع لقوله بدماغه، ما هي ملعوبه البودست وهو راس حربه جوه ال 18 وكهربا داخل من جنبه، بس هي كانت في خطوه الكهربا في خطوه بالظبط في خطوه الكهربا. فاللي انا اقصده التغييرات اللي هو عملها نشط بيها الاطراف سواء من حسين الشحات ناحيه الشمال او اكرم توفيق ناحيه اليمين وبعد كده بعمر كمال ناحيه اليمين مكان هاني ومودست على اساس يبقى في زياده عدديه داخل ال 18 مع كهربا، وفعلا في النهايه اصفر الضغط على انه النادي الاهلي قدر يجيب هدفين حلوين. الكره الاولانيه طبعا كلنا لما نيجي نتكلم عليها كان فيها كثافه عدديه كانت دي تسديده بيرسي تاو يعني انت قلت والكابتن بلال قال ممكن القريبه لان لو بص هقول لك ليه، لان انت لما تجيبها تاني كره بيرسي تاو بص يا ايمن لما تجيبها لا مش دي تقدر تجيب لنا كره تانية تقدر ماشي لما تجيبها الاولانيه تاني لما كهربا لعبها له اولا كان ضغط حلو قوي من اكرم توفيق صح واداها الكهربا ايوه هي اللعبه دي ولعبها لبيرسي تاو. انت لو تاخد بالك احمد حسين اللي هو الحارس هو على فكره النهارده عمل ماتش كويس أيه. بص تحس ان هو لا يا ريت هو مش عارف قطع ماشي كان قافل الزاويه اليمين اللي هناك صح من بدري فهو عشان كده احنا بنقول ايه ان بيرسي تاو كان ممكن يعملها في الضيقه لانه كانت الزاويه الضيقه اللي مفتوحه اكتر لو لمح الجول لو لمح الجول هو حط واخد قرار من ساعه ما كهربا لعبها له ان يلعبها في البعيده بس احمد حسين كان رايح ناحيه الاتجاه اليمين اكتر فقدر يطلعها بشكل كويس صحيح. طيب كابتن عادل في الدقيقه 77 قفشه مكان امام عاشور وعمر كمال مكان محمد هاني ايمن جت تاني هي الكره دي تاني بص هو تحس انه قافل الزاويه اليمين يا ريت نقف والكره في رجل بيرسي تاو وهو بيحطها بس لا مش دي. ماشي مش مشكله ماشي ماشي نتكلم عن التغيير لحد ما يجيبوا لنا اللعبه اللي هو قفشه هي اللعبه جت تانية هي دي ماشي لا الكره وبقى وهي رايحه لبيرسي تاو وقدام رجل بيرسي تاو ماشي نكمل
ايوه بص بقى بقى ستوب. بص بس بص كده. الزاويه الشمال مفتوحه ازاي اتفتحت ها بص هو لكن هو واخد قرار ان يسدد في اليمين هو احمد حسين كان قافل ناحيه اليمين اكتر عشان كده جت قريبه منه هي. هو عارف احمد حسين لو كان الحارس بتاع البلديه لو كان هنا شمال شويه كانت الكره دي دخلت يعني هو ما كانش ياخد الكره ويكمل بيها كان ممكن طبعا يعني يجيب جول يا ياخد ضربه جزاء لا كان ممكن طبعا يكمل بيها طبعا صح بس نتكلم على اخر تغييرين كابتن افشا وافشا مكان مشهور امام وعمر عمر كمال مكان محمد يعني التغييرين اللي احنا كنا متفقين ان هم بالعكس احنا كنا عايزين افشا كمان جنب امام في بدايه الشوط الاولاني لو كنت فاكره لكن تغيير صنع العاب صنع العاب يمكن افشا اكتر من امام في حته انه بيلعب من الثبات ممكن يلعب سولو اكتر من امام ممكن بيبقى الحق. بيروع الجون وبيشوت وبيعمل كروسات وبيعمل سرايات يعني متحرك اكتر صح. يعني امام عاشور في الحته الهجوميه اكتر من افشه ولكن هو كان محتاج يودي عشان نزل معاه عمر كمال كمان من محتاج حد يلعب اللعيبه دي يخليهم يعملوا سبرنتات لقدام ولكن في نهايه الامر انت بتتكلم على تغييرات نجحت مجملها نجح النادي الاهلي كسب ورجع عمر كمال من الناس اللي ده جول عمر كمال معانا بالمناسبه كمان يعني عمر تقريبا اول ما نزل على فكره عمر كمال يعني بيعتبر من اهم الجوكر في الوقت الحالي في النادي الاهلي يعني ممكن هي بص تلاقي يلعبوا طرف يمين وممكن يلعبوا طرف شمال من قدام خلي بالك البدايه بتفرق قوي مع الجماهير اكيد طبعا يعني احنا قلنا اللقاء الاول بيدوم يمكن هو كمان اتاخر اللقاء الاول بتاعه يعني الكره دي من البدايه اصلا ازاي كانت تطلع من اتحطت بالدماغ من كان مين متولي يعني متولي كان المفترض هو لسه جايبها الماتش اللي فات لسه جايبها يعني هو بس المكان. حب يضمنها ويحطها في الارض لكن حلاوه الهدف ده اللي هي النطه اللي هي فوق الارض خد على صدره عليت وطلع لو ما كانش طلع كان اللعيبه بتاعت بلديه المحله وصلوا له الحاجة التانية المهمة يبدو ان كمال يعني عمر من اللعيبة اللي رجليها مظبوطة في حتة الشوتينج في حتة تكنيك الشوت الجون اللي جابه قبل ده الشوطة اللي كانت من بعيد في ماتش الاتحاد التكنيك بتاع اللعبة نفسه الشوتينج نفسه زي الجون اللي حصل النهاردة فتقدر هو تواجده جوه 18 كمان في المنطقة دي طبعا هو خلي بالك هو خلاص خد ثقة الجول الهدف اللي جابه في مباراة الاتحاد عملت له عارف قناة الثقة اللي بتيجي للبني آدم في حتة انه يثق في نفسه قوي مزبوط. هو جه في النادي الاهلي صعب فلنته تقيلة فكونه انه هو يعمل الريسك ويجيب جول شوطة كويسة في الاتحاد ثم يجيب هدف تاني يكون فتحة انك تكسب الثلاث نقاط فدي لعمر حاجة كويسة واصلا عمر كمال يعني هو مش جاي يثبت نفسه لانك صحيح. انت جايبه لانه لعيب كبير ولعيب كويس صحيح. ولعيب بيلعب في اكثر واكثر من مكان وهينفعك قدام جدا وهينفعك في البطولات القادمه ان شاء الله احنا قلناها في الهاف تايم ان هتشوفه ممكن مش باك ليفت هتشوفه جو ممكن يلعب في اي مكان الا حاجه واحده بس الا انه يلعب سيرد باك او جول لا سيرد باك ايوه صحيح وهو عارف ليه انا بقول كابتن طيب نروح نشوف بقى مستر كولر وهو بيحيي جماهير النادي الاهلي العظيمه في ملعب المحله وبعديها نشوف المؤتمر الصحفي لمستر كولر بعد المباراه نشوف مستر كولر قال ايه ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس انتظرونا Entschuldigen uns dann für, dass der Raum so klein ist und nicht repräsentativ ist. Repräsentativ. Ja. So zuerst dann zur Umfassung, dann zum Spiel und dann drei Fragen. Bitte dann zum Spiel. Aber nur drei oder? Bis dritte bis, عشان خاطر كل مرة بتوصل أربعة أو خمسة nur drei. Nein, nicht sein. Okay, ja, ich glaube, wir haben ja fast über 90 oder über 90 Minuten das Spiel bestimmt. Gegner
sehr tief gestanden, hat auf Konter gespielt und wir hatten die erste Halbzeit schon zwei gute Möglichkeiten, wo wir also sicher ein Tor schießen müssen. Ist uns da leider nicht gelungen. Und dann zweite Halbzeit haben wir weiter Druck gemacht und geduldig geblieben, aber dann beim Konter Weitschuss oder zwei Schüsse vom Gegner, die fantastisch waren und der eine geht dann den Innenpfosten und der andere dann ja, ins Tor, kann man eigentlich dann nicht halten und das hat natürlich dem Gegner nochmals Auftrieb gegeben und wir haben dann Änderungen gemacht und die Spieler sind gut reingekommen, haben alles noch was reingeworfen und haben dann auch Tore geschossen. Ne? Dann Omar Kamal hat Pass gegeben, hat selber ein Tor gemacht. Und ja, Toni auch dann gute Einwechslung, Schäd, gut reingekommen. Und das ist wichtig, dass die Spieler, die dann reinkommen, auch mal so eine Leistung zeigen können. Und ja, schlussendlich sind wir dann glücklich, dass das Spiel 2-1 kommt. لو اتكلمنا على المباراة في المجمل طبعا اكتر من 90 دقيقة لعبنا اعتقد ان احنا كنا مسيطرين تماما على المباراة طول الوقت بنمارس ضغط طول الوقت ماسكين كورة طول الوقت المنافس واقف تحت الكورة تقريبا طول المباراة وبيلعب على الهجمات المرتدة الشوط الاولاني اضعنا فرص كتير منهم اتنين كان لازم يخشوا جوان مش عارف ضاعوا ازاي لكن اتكلمنا مع اللعيبه بين الشوطين نزلنا الشوط الثاني بنكمل برضو عمليه الضغط قلت للعيبه لازم نصبر ما نزهقش ما نيأس مهما يحصل في المباراه لازم عندنا ثقه وعندنا صبر ان احنا نرجع لاي حاجه تحصل نزلنا الشوط الثاني بنضغط اكتر بنحاول اكتر وبعدين المنافس في كوره مرتده يمكن الفرصه الوحيده على الجون الخطيره بيشوط شوطين بصراحه رائعين جدا الشوطين ما يتصدوش الشوطين فيهم توفيق غير عادي ما اعرفش الشوطين دول جم ازاي لكن بصراحه الجون جميل جدا وما ما يتصدش يعني ده طبعا ادى المنافس دوافع اكتر وحماس اكتر ان هو يحاول يطلع بالمباراه بالشكل ده فاحنا عملنا التغييرات كانت كويسه جدا اللعيبه اللي نازله ساعدتنا كتير كان حركوا الامور كويس جدا اللعيبه اللي نازله كلها أدت فوق 100% وحركت لنا الأمور وضغطنا أكتر وبدأنا إن احنا نجيب أجوان عمر كمال نازل جاب جون وعمل أسيست الجون الثاني توني جاب جون الحاسم وكان تغييرة كويسة جدا في وسط الزحمة دي إن أنت بتنزل مهاجم بالمواصفات دي بيقدر إن هو يخطف لك جون كمان حسين نزل كان كويس جدا وأدى برضو حرك الأمور وكان هجوميا قوي جدا ففي المجمل احنا سعداء جدا بالنتيجة سعداء جدا بالفوز المستحق وده أهم شيء 3 نقط النهاردة المباراة عصيبة كان طبعا فريق عفوز وكان في نص فرحته زيادة وكان فوز صعب في آخر دقايق رسالة أولى لجمهور النادي الأهلي اللي سند لغاية آخر دقيقة اللي هي تقريبا 120 وكمان جمهور النادي الأهلي الكبير في كل مكان قبل مباراة النهائي الأفريقي Intensives Spiel heute. Vielleicht dann ist das Sieg hat ein schönes Geschmack gehabt, weil es so spannend war, um bis zur letzten Minute oder nach den letzten Minuten sogar geschossen wurde. Die Fans von Al Ahly haben die Mannschaft unterstützt bis zur letzten Sekunde, hatten die Hoffnung nicht verloren, haben die Mannschaft unterstützt. Was sagen Sie zu den Al Ahly-Fans, die hier waren und auch dann vor der Finale in Champions League? Ja. Wir freuen uns, war im letzten Jahr eigentlich schon so, als wir hier gespielt haben, war eine super Unterstützung der Ahly-Fans und wir freuen uns, oder ich freue mich im Speziellen auch, weil ich Fußball gerne im vollen Stadion spiele, dass viel mehr Emotionen sind und natürlich eben auch unsere Fans als 12. Mann, die geben den Spielern nochmals Auftrieb und rufen und dann ist das Motivation für die Spieler auf dem Platz und das hat sich heute ausbezahlt und herzlichen Dank an die Fans, dass sie uns so fantastisch unterstützt haben. أنا اتعودت على جمهور الأهلي في المحلة ان هو بالقوه دي السنه اللي فاتت كان برضو جمهور الاهلي هنا كان جمهور مميز جدا وساعدنا كتير السنه اللي فاتت فانا جاي وانا حاطط في بالي جمهور الاهلي في المحله ان هو جمهور مختلف وفعلا النهارده حماس غير عادي دعم طول الوقت مسانده طول المباراه كانوا اللاعب ال 12 معانا في المباراه ما بيزهقوش ما ييأسوش لغايه اخر ثانيه بيؤمنوا بالفريق انا من الناس من المدربين اللي بتحب الجمهور جدا وبيحب ان دايما يلعب في استاد مليان واستاد فيه جمهور لان دي حياه كره القدم والكره بتتلعب عشانهم
فبيدوا حماس مختلف، بيدوا قوه مختلفه. زي ما قلت لحضرتك هم اللاعب 12 كانوا النهارده في معانا في الملعب، قوتهم بحتاجها دايما في كل وقت في كل بطوله في كل مكان. بشكر الجمهور جدا جدا النهارده لان هم ساعدونا كتير، ولولاهم يمكن الامور النهارده كانت تبقى اصعب كتير. دايما على مدار التاريخ وعلى مدار التاريخ مباريات الاهلي في المحله بتكون مباريات صعبه والاهلي بيطلع بالفوز بصعوبه من المحله، فازاي عديت اللعيبه لمباراه زي دي خاصه معروف ان استاد المحله بيبقى الرابطه بيها ان هو من اصعب الاستادات في مصر؟ Das Mahalla-Platz oder Stadion hier war immer ein Horror für Al-Ahli. Also Al-Ahli hat immer Probleme gehabt, es sind sehr intensive Spiele immer für Al-Ahli hier. Immer Schwierigkeiten hatte Al-Ahli in der ganzen Geschichte von Al-Ahli, hatte immer hier Probleme gehabt, kann ich dir nachher erzählen. Das ist grauenhaft, grauenhaft. Aber nein, gut. بقول له هحكي لك بعد المؤتمر، هحكي له تاريخ ملعب المحله مع الاهلي، انا عارفه كله فهحكي له بعدين. Wie haben Sie die Spieler vorbereitet auf so einen Platz dann und mit dieser psychischen Belastung dann von Al Ahli hier in Mahalla zu spielen? Ja gut, die meisten Spieler, die jetzt hier mit dabei sind, die haben ja nicht schon über 100 Jahre Ahli mitgemacht. Also die haben das ein oder andere Spiel natürlich hier gespielt. Das ist natürlich schwierig, es ist natürlich anders für uns auch als im Kairo-Stadion, wo ja der beste Platz ist in Ägypten, und die anderen Plätze sind dann ein bisschen anders, sind ein bisschen holprig, und ja, es ist auch nicht gespritzt worden, obwohl eigentlich auch die Liga sagt, dass man spritzen muss vor dem Spiel, haben auch nicht gemacht. Ja, okay, das sind so Dinge, die wir halt natürlich aufnehmen müssen, aber die uns nicht belassen dürfen. هو الحمد لله اللعيبه اللي معانا عمرها مش 116 سنه، فما بيلعبوش، ما خدوش كل التاريخ، ما يعرفوش التاريخ ده كله، او ما عاصروش الحاجات الوحشه كلها، لكن هم لعبوا هنا اكتر من مره، واكيد حققوا نتائج كويسه السنه اللي فاتت. حققنا كوره اصدر قرار من السنه اللي فاتت في اللائحه ان لازم الملاعب تترش قبل المباريات، ده ما اتعملش النهارده. ارجو ان اتحاد الكوره يراعي ده، ان ما ينفعش ده يحصل، ما ينفعش الطريقه دي. احنا بنلعب مسابقه رياضيه، لكن برضو بنقبل كل الظروف، بنقبل كل الاوضاع، وبنحاول نتعامل معاها، واحنا بنأهل لعيبتنا دايما لكل الظروف. والحمد لله اللعيبه النهارده طلعت على الموعد وحققت نتيجه كويسه. Er hat mir gezeigt, dass er das registriert hat, dann dass es nicht بنرحب بيكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن نصر عباس. منورنا كابتن، وألف مبروك للنادي الأهلي. تحياتي كابتن أيمن، تحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي، تحياتي الكابتن شريف عبد المنعم، أسامة عرابي، كابتن علي عبد الرحمن، كابتن بلال. مبروك للنادي الأهلي كابتن أيمن، وهارد لك لنادي بلدية المحلة. كابتن أيمن، قبل الحلقة هفكرك بس، قلت لك مباراة صعبة تحكيميا. صح كابتن شريف، صعبة جدا لما بتلعب النادي الاهلي المحله بره الملعب، والظروف صعبه جدا جدا. قلت لك ان الله يكون في عون الحكم، قلت لك انا هبقى سعيد قوي لو كان كويس، هبقى سعيد قوي كابتن اسامه، ولكن انا ظلمت حكمي. انا النهارده بتعينتي لهذا الحكم، حكم اولا واعد وصاعد، ما ينفعش اجيبه في مباراه زي دي، ضغوط كبيره، ملعب مخنوق، مباراه صعبه، كان فيها اختبارات كتير، صعبه كمان. صعبه على الحكم يعني. صحيح. انا الله يكون في عون النهارده الحكم. صح. ولكن اخطاء كابتن شريف، لا يعني اخطاء هنجيبها، ومش كلام مرسل يا كابتن اسامه، اخطاء عندنا هنشوفها. لا، ما ينفعش الاخطاء التحكيميه اللي كانت موجوده النهارده. النادي الاهلي فاز على فكره وخد 3 بونت، ولكن ما ينفعش الاخطاء اللي النهارده اللي حصلت يا كابتن ايمن نعديها. الحكم النهارده وحكم الفار حاجات كتيره، يمكن الوحيد النهارده انا بعتبره نجم المباراه كابتن شريف هو الحكم المساعد رقم 2 احمد عبد المنعم، النهارده كان متميز في كل الحالات. كابتن، عندنا اول حاله وهشوفها كابتن شريف وانتم معايا يا جماعه، مش بنحلل صوره ثانيه، ولكن هنشوف الاول هذه المخالفه اللي هنا اشهر فيها محمود ناصف البطاقه الصفراء نتيجه الماسك. بطاقه هنا، خلاص هنا اكرم بيستخلص الكره وبيعدي خلاص، وهنا في الشد من رقم 8 مؤمن راضي. خلينا بس فاكرين، خلينا فاكرين رقم 8 مؤمن راضي في هذه الحاله. الحاله دي كانت في دقيقه كام كابتن عادل؟ 36 من الشوط الاول. تاني كده، معلش سامحني، هرجع بس تاني. الحاله دي مهمه جدا لان دي محور تحليلنا كله على هذه الحاله. هنا مفيش مخالفه، اكرم بيستخلص وبيعدي، ثم هنا بيحصل مؤمن راضي رقم 8 بيمسك خلاص، هنا الحكم اشهر البطاقه الصفراء. كلام محترم جدا وكلام جميل. في نفس الدقيقه كابتن شريف،
في نفس اللعبه ونفس الدقيقه نيجي نشوف. يلا حكم قريب زاويه رؤيه واضحه جدا جدا، المخالفه موجوده وبيمشي اللعبه. غريب قوي، غريب قوي 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 لما نشوف المخالفه ديت ونشوف طريقه الدخول، نشوف هنا طريقه الدخول هنا ونشوف هنا بس بس. كابتن اتفضل. كابتن عادل قول رايك. ده طرد مباشر، ده كارت احمر، ده رقم 8 على فكره. ده رقم كام؟ ده في الدقيقه 36. والفار فين كمان؟ انا بس عشان بس الناس تبقى عارفه، هذا رقم 8 مؤمن راضي الذي ارتكب المخالفه في الدقيقه 36 في نفس الدقيقه بيحتسب الحكم. اما يحتسب الحكم هنا في مخالفه على الاقل ده طرد، ده طرد مرتين. هذه الحلقه طرد مرتين. لو انا ما طردتش لي هذا الدخول انا بعتبر هنا اللعب العنيف، هطرد للانذار الثاني يا كابتن اسامه، هطرد للبطاقه الثانيه. يعني انت كحكم النهارده طرد مستحق في دقيقه 36 لم تشهر البطاقه كابتن شريف للانذار الثاني. طرد بروحين لو ما طردتش في دي هطرد في بطاقه صفر. انا معاك يا سيدي، هنا في تهور، ادي له البطاقه الصفراء الثانيه والاحمر. مظبوط. لما انا النهارده 36 في دقيقه 36 الفريق بيلعب ناقص واحد يا كابتن بلال، النهارده اللاعب بيلعب بطاقه حمراء مستحقه زي ما قلت للمرتين، مره ممكن اديها له مباشره والفار يجيب الحكم فيها، لان انا بعتبر هنا الدخول بهذا الشكل هنا طرد مباشر. هنا انا بستغرب الفار ما جابكش، معاك، او انت قدرتها يا فار ان هنا تهور، معاك، ولكن انا على الاقل هنا في انذار على كابتن بلال ولا مفيش؟ في انذار طبعا، انذار مستحق. يبقى اذا لاعب مؤمن راضي هنا كان المفروض خارج الميدان اللعب في دقيقه 36 للبطاقه الحمراء المباشره او للانذار الثاني. تمام؟ صحيح. ده اول خطا تحكيمي في المباراه كابتن شريف. هل هذه اللعبه ما اثرتش في نتيجه المباراه؟ اثرت طبعا، اثرت، مفيش كلام. انا بتكلم المشكله ان واقف جنبها 10 لعيبه من الدقيقه حاجه و30 كابتن، المشكله انه واقف على بعد ثلاث خطوات منه. المشكله كابتن هو واقف، ده ما حسبش المخالفه للاسف. يعني هو خطوتين. ما حسبهاش الفار يجيبه، ده اللي احنا بنتكلم فيه. انا بقول يا كابتن لاسوء الظروف بطاقه ثانيه مستحقه للانذار الثاني لم تشهر، هنا طرد لمرتين لم يشهر مؤمن راضي لهذه الحاله. تمام، نروح بقى للحلقه اللي جايه. يلا خلينا بقى نروح للحلقه الثانيه اللي هي مهمه قوي ايضا ونشوف. ده ما لمس الكوره هنا. ايه الكرة. هنا ايه يا كابتن شريف؟ هنا ايه يا كابتن؟ هنا شاط رجل كهرباء. هذه الحاله هل من المعقول الحكم ما يشيرش فيها الصفرة على الاقل؟ على الاقل هذه اخطاء تحكيميه. انا بقول وهادي جدا اهو محمود ناصف، انت حكم كبير قوي قوي، ما تنفعش اللعبه تعدي منك. على الاقل يا كابتن اسامه انذار، انذار اللي ما يكون فيها كارت احمر. ان هنا اللاعب هنا بيشوط ما شاطش الكره وراح لرجل اللاعب مباشره، هنا في قوه، نشوف القوه عامله ازاي. القوه دي الفار ما يجيبوش فيها كابتن. انا بتكلم النهارده كابتن عندنا اخطاء كتيره كابتن عادل للاسف، للاسف، والمعيار مش مظبوط. المعيار النهارده مش مظبوط ولسه اللي جاي، ولسه اللي جاي هو لسه ما بقاش حكم كبير، لسه اللي جاي. احنا كنا بنقول حكم واعد ممكن يبقى كويس ان شاء الله ونتمنى له التوفيق، ولكن الماتش صعب عليك كابتن، والاختبارات صعبه وفشل في اختبارات كتير النهارده. مين اللي صعب يا كابتن؟ كابتن بلال انا النهارده عندي لاعب شاب ناشئ بلاعبه مع الفيرست في مباراه صعبه جدا ما ينفعش. بالظبط، حكم محمود ناصف حكم كويس، ما حطوش في مباراه زي دي يا كابتن عادل، مباراه صعبه فيها اختبارات مقفوله، كل الكلام ده. فين انت حسك التعييني لهذه المباراه؟ لابد يكون عندك يعني حس تعييني، تعيين الحكم، حكم يكون عنده خبره حتى، مش شرط يكون دولي. ولكن هذه الحاله، الحاله اللي جايه دي بنقول على الاقل الصفره ما طلعتش الصفره فيها. تعالى والشيء الشيء يذكر، هذه الحاله المهمه نشوف يا كابتن هنا الكره تصطدم بالقدم ونحلل مع بعض. ومن يومين اتنين لعبه شبيهه تماما تماما تماما، الكره هنا بتيجي هنا في الرجل بس وبتيجي في الايد، وفي الايد الكره بتصطدم بالرجل وبتيجي فين؟ في الايد. هذه الحاله بمعيار واحد تم احتسابها عن طريق الفار في مباراه ركله جزاء. ويمكن لو معانا الحاله بالظبط هي كابتن ايمن هي اهو الدكروري جاب لنا الحاله بتاعه. نشوف هنا التسديد، ماتش بيراميدز، نشوف التسديد هنا اللاعب هنا تمام، ونشوف هنا الاعاده. كابتن بلال خليك معايا، اللعبه دي مهمه قوي قوي قوي. اللاعب المدافع هنا الكره بتصطدم بالرجل وبتروح في الايد الخارجه اللي هي عن نطاق الجسم، وبالتالي هنا الحكم خلى اللعبه تواصل. الفار هنا جاب الحكم، جاب الحكم، صح. تم احتساب ركله جزاء
وانا بقول ركله جزاء صحيحه. لما نتكلم بمعيار التحكيم يا كابتن ايمن زي دي ما اتحسبت بصرف النظر هي لمين، ولكن احنا بنتكلم في معيار التحكيم. لعبه الاهلي لما نشوفها تاني هنا شفنا هم مع بعض يا كابتن، اه يعني نشوف هنا اللعبه هنا. برافو دكتور، انا بحييك على انك انت جبت اللقطتين في على الشاشه. نفس الحاله يا كابتن ايمن، نفس الحاله هنا الكره تصطدم ثم اتحسبت ودي ما اتحسبتش، تيجي في الايد اللي هي الايد خارجه خارج نطاق الجسم، هنا مخالفه وهنا مخالفه، هنا اتحسبت وهنا ما اتحسبش. ركله الجزاء لم تحتسب وكانت خلي في وقت مهم جدا جدا، هنا الفار لم يتدخل والحكم ما حسبش. نروح للي بعد كده، نروح يلا خلينا نروح للحاله اللي بعد كده نشوف هنا قرار مهم جدا جدا. نشوف هنا هاف عيننا على الحكم المساعد يا كابتن الاول في اللعبه دي. خلينا يا كابتن عادل يا كابتن بلال نشوف احمد عبد المنعم الحكم المساعد ادى ايه. نشوف هنا الحكم المساعد الاول ادى ايه. ماشي ماشي هنمشي 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 نمشي. نشوف الحكم المساعد هنا اشار بايه، راح وحسب الهدف واحده واحده بالظبط. ده كله بعد اذنك خليك معايا بس في اللعبه دي. اه هي فيها تسلل، انا هوريك بقى تصرف الحكم وتصرف الحكم المساعد. طيب نيجي لمحمود ناصف في هذه الحاله، هو حسب ايه؟ ده قبل ما الفار يراجع هاند بول. هو حسب ايه يا كابتن؟ تعالى كده يا دكروري نروح للحكم. هنا المساعد خلي بالك ادى هدف. نشوف تاني هنا مش حسب حاجه، ثم هنا حسب، ثم نروح نشوف محمود ناصف جري. يلا خلينا نمشي نمشي. هو ما حسبش نمشي حاجه يا كابتن، نمشي وصفر صفر وعمل ايديه كده صفر على الكوره جت في ايديه هاند بول. تمام خلي بالك ده خطا تحكيمي، مش عايز اقول كارثي ولا حاجه واحنا هاديين جدا، ولكن ازاي انت بتحتسب مخالفه وانت ما شفتهاش؟ هنا الفار نجدك خلي بالك، عارف ليه؟ لان هي كانت تسلل يا كابتن ايمن. طبعا كانت تسلل، هذه الحاله كان هدف صحيح مليون في الميه. الحكم بيروح ثم الفار بيراجع ثم بيحتسب تسلل، الفار نجده دي حاله. هو لما رفع ايده دلوقتي هو مش كان عامل في الاول هاند بول؟ ما ده انا قلت لك، هو راح حسب مخالفه على اي اساس؟ هو نفسه حاسس بايه لما يعمل كده؟ تاني عشان بس تبقى الصوره واضحه، هذه الحاله يا كابتن بلال الحكم اشار، المساعد اشار باستمرار اللعب وهدف، وهنا هدف فعلا صح على حسب الملعب هدف، لسه ما رحناش للفار. انا محمود ناصف الحكم انا بساله سؤال، هو انت رحت لغيت الهدف ليه؟ لغيت الهدف في هذه اللعبه في نفس اللحظه دي، انت اديت مخالفه على ان الكره اتلعبت بالايد. انت مش كده كده نعم الفار كان هيجيبه كده، ما الفار هيجيبه، ولكن هنا الفار نجدك لان هي فعلا هي تسلل. نشوف اللعبه ثاني هنا. طيب. بس هنا موديس ثم كهربا ثم اللعب في موقف تسلل، هنا في تسلل يا كابتن، انما ما فيش مخالفه على كهربا سواء بلعب الكره بالايد. يعني هي اتعملت بالحظ بالحظ بالحظ, بالحظ. يعني النهارده دي لو مش تسلل هدف صحيح بيتم الغاءه من الحكم، هو ما شافش اللعبه. يا حكامنا يا محترمين انا بحبكم كلكم، ما تصفرش على حاجه ما عندكش تفاصيل، من فضلك من فضلك ما تصفرش على مخالفه خاصه لما يكون في هدف ما عندكش تفاصيل. انت عندك الفار هيراجع مزبوط. دي حاله من الحالات برضك المهمه اللي عملت لخبطه وعدم ثقه بطاقم التحكيم يا كابتن. طيب وبمناسبه حاله الاوفسايد يا كابتن، كان ليا سؤال. اتفضل. اختلفت انا مع كابتن اسامه عربي، بس هي اللعبه لما اتعادت كان كهربا اوفسايد من قبل وهي بتتشاط، الكره بتتشاط وكهربا ما كانش في وضع متسلل، تمام وضع تسلل مش كويس. مش اللعبه دي جت من عارف لا انا بشرح اللعبه تمام. فالكره جت في الثيرد باك ولما جت في الثيرد باك غيرت اتجاهها، هتجيبها لنا؟ طيب لا مش دي، مش دي اللي انا عايزها، مش دي اللي انا عايزها. لا هي صعبه بس انا كابتن ناصر هيبقى عارف. انت عارف فلما شاطها يا كابتن، لما شاطها يا كابتن جت في لعيب وراحت لكهرباء، بس هو كهرباء وهو بيشوط كان اوف سايد اصلا. هنجيبها بس هتجيبها معايا. طيب ماشي ما تغمضش عينك معايا. طيب. كل الحالات موجوده ما غمضتش. ماشي يا كابتن ماشي. يلا هنا احنا قلنا ايه، الحكم بيلغي هدف وما شافش الهدف كويس، الفار نجد انقذه وهنا حسب تسلل، والتسلل موجود نتيجه ان هي اتلعبت من موديست كهربا في منكم تسلل، وبالتالي هنا تدخل مع المنافس الهدف تسلل، مفيش كلام يا كابتن. مظبوط. يلا دي اللعبه يمكن احمد عبد المنعم فيها يمكن بلوم عليه المساعد اللي هناك اللي هو دي اللعبه اللي عنده بس، وبالاخر خالص هنا الراجل بدل ما قال في لمسه يد قال في تسلل والقرار كان قرار صحيح. نشوف اللعبه اللي جايه اللي كابتن ايمن بيتكلم عليها. هي دي يا كابتن ايمن؟ هي دي هي دي. بس انا ماشي بس نشوف الاول وامام بيشوط، نخلي اللعبه بس تمشي الاول ماشي. ونشوف خلي اللعبه تمشي ونشوف ماشي. ونشوف خالص ونشوف القصه ايه.
هنا احمد عملها مساعد ادى تسلل صح. يلا الكره بتتلعب بالعرض تروح لبيرسي تاو كهرباء. لا عاوزين اللعبه من اول خالص من اول خالص. تذكروني بعد اذنك بس هرجع. لا معلش تذكروني اللعبه الاول معلش سامحني. بعد كده هنجيب لقطه الفار هنشوف من الزاويه الواسعه. يا ريت هنا امام عاشور بيسدد تمام. يلا يلا خلينا نمشي. في اللحظه دي لما طلعت من رجل امام كان كهرباء متسلل. كان كهرباء متسلل كويس قوي. كهرباء هنا اي تدخل مع مين؟ مع حارس المرمى. حارس المرمى وبالتالي هنا يعاقب صح. ليه؟ كان هو في موقف تسلل. لانه كان موقف تسلل لا يحق ليه ان هو يتدخل مع المنافس صح. ده كروي معلش اللعبه دي تاني عشان خاطر سامحني. بس عايزين ندي في نقطه يا كابتن. بس كمل من الاول من أول. بس خلي لا من اول خالص يا دكتور معلش. من اول لعبه لايف من اول خالص مكمل. لو الزاويه مفتوحه تبقى افضل. الزاويه الجانبيه بعد اذنك دي صح يا كابتن. خلاص هو هنا في موقف تسلل كابتن لحظه التسديد. طب لو ما كانش راح مع الجول دلوقتي خلاص ما هو لا لا لو ما راحش الجول والكره دي وقعت من ايده الجون ورجعت راحت ماشي امسك اتفضل. انا عايز بس اوضح حاجه اتفضل. وامام بيحط رجله في الكوره تمام. شوف سايد كهربا ما كانش متسلل تمام. والكره جت في السيرد باك وبعد ما جت في السيرد باك كهربا كان في موقف تسلل اه. بس الكره راحت له يستمر اللعب بس كده خلاص. ده اللي انا قلته لان هو من البدايه كابتن ما تكلمش على دي. هو من البدايه هو كان في موقف سليم كابتن عشان بس كابتن ناصر احنا ما لخبطش الناس. انا هخليك كابتن اسامه بس انا بقول له انا بكلمه ان الكهرباء ساعه لما امام أيوة بيشوط كان اوف سايد مش مختلفين. لكن لو ضربت في الباك وهو مش اوف سايد لا اوف سايد لا بالظبط مش اوف سايد. طيب ماشي اتفقتوا؟ ايوه طبعا. يلا ان شاء الله دايما متفقين. كابتن بلال ايه يمكن دي اخر حاله بنقول نحافظ على حكامنا كابتن ايمن. حكم صاعد هو جاي من نشوف هنا 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 برافو دكتور الله عليك. هنا كابتن بعاقب اللاعب هنا ايه لو دي راحت مره واحده للمرمى هدف هدف خلاص هدف. انما هنا مين في موقف تسلل؟ كهربا. عارف لو راحت لبيرسي تاو ردت من حارس بيرسي تاو هدف. ليه؟ بيرسي تاو متغطي باللاعب اللي هناك. ولكن لحظه التسديد كهربا في موقف تسلل في موقف تسلل ويعاقب على موقف تسلل. نشوف كده ونمشي. السؤال بتاع الكابتن ايمن عباره واحده نمشي كده دكتوري نمشي حاضر. لا لا زي ما انت لا لا ارجع بس ارجع 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 استنى كابتن. لا 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 ارجع يا كابتن. الكره دلوقتي فين؟ هيشوط اهو رجل اللاعب. كهربا دلوقتي متسلل لو خبطت في الراجل الاحمر وراحت خلاص ما هو في موقف تسلل يعاقب. ها هو في موقف تسلل اصلا من الاول. ايوه ما هو في موقف تسلل يا كابتن. لا هيعاقب يا كابتن. يا كابتن ناصر انت شرحتها دلوقتي. هو هقول لك بس الكره لما اتشطت من امام عاشور ضربت وراحت لكهربا اللي هو المتسلل. ايمن يقصد لو كانت ضربت وراحت مثلا لبيرسي تاو وهو مش متسلل كانت تبقى جول. بالظبط كده هدف. او كهربا ما كانش متسلل هدف اكنه بيرسي تاو. هنا 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 بس نوضح للناس هو ليه الحكم حسب تسلل ابلال. نشوف هنا كهربا في موقف تسلل ثم بعد كده عمل ايه؟ تداخل مع المنافس. نشوف هنا هنا تداخل وبالتالي هنا الحكم والفار هنا تسلل موجود وحاله تحكيميه متميزه للحكم المساعد. الخلاصه من فضلكم نحافظ على حكامنا خاصه يا كابتن عادل الحكام الصاعدين الواعدين. وانا احس يعني انا بعين المباراه احس بمباراه تكون صعبه. ما ينفعش ادي حكم مباراه في ملعب المحله ملعب يعني المباراه فيها تبقى صعبه. كابتن ايمن بالتوفيق للتحكيم المصري يا رب تاني. ونحافظ على حكامنا اللي جاي صعب جدا جدا. الاهلي النهارده ظلم في بطاقة حمراء وظلم في ركلة جزاء لم تحتسب ولكن فاز وعاوز اقول انا بحيي روح اللاعبين. مفيش اي خروج من اللاعبين يا كابتن ايمن. كل هنا حتى وكان هناك اخطاء تحكيمية الكل بيحترم القرارات التحكيمية. بالتوفيق ان شاء الله وبالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. نبارك للاهلي كابتن ايمن في المباراة اللي جاية في ماتش باذن الله رب العالمين. شكرا جزيلا يا كابتن ناصر شرفتنا. هنروح للقاء لمستر كولر مع الزميل العزيز محمد توفيق ونرجع لحضراتكم مره اخرى. مساء الخير كابتن ايمن. تحياتي لحضرتك ضيوفك الكرام جمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان. الف مبروك الفوز. فوز عظيم وفوز صعب. اعتقد انه خير ختام للمباريات المحليه قبل رحله تونس وباذن الله الحلم الافريقي الكبير. استنى بعد المباراه يكون معايا مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق ودكتور خالد الجواد اللي كان بعمليه الترجمه. يعني في البدايه بنبارك له. فوز صعب مباراه عصيبه. كلمنا عن المباراه وفرحته الغير عاديه مع الجمهور بعد المباراه خاصه ان الجمهور المحله قريب لقلبه. فويد ان ناخد مشبيل بزنس من الاهلي فانس المحله دي زنت اما اكس ايفرس بزنس فيزي يا اوسو ich freue mich halt einfach auch weil es ein bisschen weiter weg ist von Kairo und trotzdem dann wir so ما بس جدا من جمهور اي جمهور للنادي الاهلي بره القاهره
تبقى بعيد عن القاهره ورغم كده بيجي لك جمهور بالكثافه دي وبالحماس ده، ده احساس رائع جدا. كان نفس الكلام السنه اللي فاتت، كان برضو جمهور الاهلي في المحله جمهور مميز جدا، وبشكر كل واحد من جمهور النادي الاهلي في المحله اللي جه النهارده. الفوز في الظروف دي بالحماس ده شايفه ازاي، خاصه قبل رحله ان شاء الله السفر لتونس ومباراه ازاي؟ ده زيج هويت دان مت ديزن تيم جايز مدين سبيريت dass es die Mannschaft gezeigt hat. Wie wichtig ist es dann vor der Finale dann nächste Woche in Tunesien? Ja, also wir haben jetzt vier Spiele in 11 Tagen absolviert und ja, wir haben alle gewonnen und das war sehr wichtig für die Meisterschaft, dass wir da weiter mit dabei sind. Jeder Sieg gibt natürlich auch viel Selbstvertrauen und das ist speziell natürlich für ein Champions League Finale Hinspiel sehr wichtig, dass wir da auch gezeigt haben, dass wir zurückkommen können, dass wir dann noch den Ausgleich und schlussendlich noch den Siegtreffer erzielt haben. احنا لعبنا اربع ماتشات في 11 يوم، ده رقم عنيف جدا، ورغم كده الحمد لله كسبنا الاربع ماتشات بقوة، وده مهم جدا. كل مكسب كنت بتحققه بيديك ثقة، بيديك دفع معنوية كبيرة. كنا محتاجين نكسب الأربع ماتشات عشان كمان وقفنا في الجدول الدوري، وإن احنا نتقدم في جدول الدوري. بطولة الدوري بالنسبة لنا بطولة مهمة جدا، فكل فوز فيهم قربنا أكتر، إدانا ثقة أكتر. ماتش النهاردة بالذات إن أنت بترجع في بعد ما يكون دخل فيك جون بيديك قوة وثقة في الفريق، والثقة والفريق نفسه بيبقى عنده ثقة إن احنا نقدر نرجع حتى لو الظروف اتصعبت في أي موقف بنقدر نرجع. فطبعا دي مكاسب معنوية كبيرة جدا في الأربع ماتشات، وبالذات ماتش النهاردة هيساعدنا كتير في ماتش العودة بإذن الله، ماتش الذهاب في تونس إن شاء الله. أخيرا أنا آسف للإطالة، باختصار جدا، مباراة الذهاب حلم إنه ياخد بطولة أفريقيا العام الثاني على التوالي وال 12 في تاريخ النادي الأهلي، كلمة بسيطة جدا عنها. Zum letzten, dann, damit ich nicht in die Länge ziehe, die spielen zum zweiten Mal in Folge dann Finale Champions League. Bestimmt ist es ein Traum für Sie, für uns alle dann im Verein, das, den Champions League zu gewinnen. Was sagen Sie zu diesem Traum? Ja, wir haben eine fantastische Gruppenphase gespielt mit sehr viel Euphorie, aber auch mit viel taktischem Sinn und das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, jetzt steht noch das Ende an, das sind die zwei Finalspiele und wir hoffen, dass wir gegen einen starken Gegner auch zwei sehr gute Spiele zeigen können, um schlussendlich den 12. Titel noch keiner zu holen. احنا عملنا بطولة السنة دي مميزة جدا، بالذات دوري المجموعات والماتشات اللي بعدها، من حيث طبعا الحماس والرغبة، لكن كمان من الناحية التكتيكية قدمنا تنوع تكتيكي كبير جدا في ماتشات دوري الأبطال السنة دي، فوصلنا للنهائي وده آخر خطوة، ناقص على النجاح خطوة واحدة بس نفسنا نحققها عشان احنا نقدر نروح تونس نأدي ماتشين كبار مع فريق صعب جدا جدا، مش فريق سهل، فريق كبير، فريق الترجي. فحلمنا الكبير ان احنا نروح نأدي ماتشين كبار جدا، واحد هناك وواحد في القاهرة، عشان يوم 25/5 ان شاء الله نشيل الكاس ونحتفل بال 12 مع بعض باذن الله. بنشكره ونتمنى له التوفيق، بنقول له احنا كجزء كمان من جمهور النادي الاهلي في ظهرك، وباذن الله بالتوفيق ان شاء الله رب العالمين. كابتن ايمن دقق اللقاء مع مستر مارسيل كولر، اكيد الفرحه كبيره جدا وفوز بروح فانيلة النادي الاهلي، ان شاء الله مكملين في فرحتنا ويا رب دايما النادي الاهلي يفضل رقم واحد. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق، بيشرفنا الان الزميل العزيز محمد الباز للحديث عن ارقام الفريقين في مباراه اليوم. منورنا محمد والف مبروك. مساء الخير يا كابتن ايمن، مساء الخير الكباتن، الف الف مبروك. كانت محطه طبعا النهائيه قبل الفاينل صعب. كان مهم جدا، صعبه جدا يعني، قبل المباراة الأرقام كانت بتقول حاجة تانية، وقلنا طبعا المستطيل الأخضر هو الفيصل، فكان بصراحة مباراة صعبة جدا. الأهلي في الأربع مباريات يا كابتن بعد العودة طبعا من مباراة مازيمبي كان يعني عنده تحدي كبير جدا، الحمد لله أربع مباريات 12 نقطة. عايز أفكر حضراتكم إن إحنا كنا يعني كان الأهلي وقتها كان أعتقد في المركز ال 11 ب 21 نقطة، يعني بنتكلم من 11 مباراة، أربع مباريات، يعني النهاردة وصلنا طبعًا يعني للمركز الخامس فيبقى 12 نقطة، يعني في يعني بنتكلم على 33 نقطة دلوقتي يا كابتن أيمن، يعني بنتكلم في 12 نقطة في الأربع مباريات. لا أعتقد إن إحنا دلوقتي بقينا في المركز السادس لأن نادي الاتحاد كسب، المقاولين بقى عنده 35 نقطة. اعتقد الخامس حتى بعد فوز الاتحاد، يعني اعتقد كده احنا دلوقتي بنتكلم في 12 نقطه الخامس في اربع مباريات. الاتحاد الرابع كابتن، الاتحاد الرابع بالظبط، الاتحاد بقى الرابع، الاتحاد الرابع نزل. أيوه. والاهلي الخامس، احنا بين الخامس مظبوط فوق انبي، مظبوط مظبوط، ده بسبب طبعا فوز الاتحاد النهارده، كان ممكن
ان نطلع في المربع الذهبي، ولكن مظبوط ولا مكسب للاتحاد مظبوط. نتكلم طبعا ده شيء ايجابي في الاربع مباريات، وكان مهم جدا قبل طبعا الذهاب للفاينل. نرجع لمباراه النهارده. مباراه النهارده كابتن قسمناها يعني جزئين. هنتكلم على الشوط الاول، هناخد منه بس 3 4 نقاط مهمه جدا نبص عليها، وحضراتكم شرحتوها بالتفصيل. ان احنا طبعا الاستحواذ في الشوط الاول كان 71% للنادي الاهلي مقابل 29% للبلديه، 4 ركنيات و3 ركنيات للبلديه و4 ركنيات للاهلي. هنا بقى المحاولات والتسديدات على المرمى ما شفناش خطوره كبيره جدا. الاهلي 7 تسديدات منهم واحده بس اون تارجت، يعني دقه 14%. الناحيه الثانيه برده ما كانش فيه خطوره، ما كانش فيه تسديدات ولا وصول، 2 فقط واحده منهم اون تارجت. فرص عند الاهلي وصل لخمس فرص مقابل 2 للبلديه. والاهداف بقى المتوقعه الاكس جي عند النادي الاهلي كان ممكن نحرز هدف، يعني من واقع الفرص الضئيله ديت. التمريرات بقى البينيه، وده بقى الحاجه اللي احنا عايزين نشير عليها في او اليها في الشوط الاول، ان الاهلي عمل تمريرات بينيه كثيره جدا على العكس من العرضيات، ان 9 عرضيات في الشوط الاول منهم بس 2 بشكل صحيح بدقه 22%، اما التمريرات البينيه كانت عند الاهلي كانت واضحه جدا 14 تمريره. والنسبه بقى للعرضيات عند بلديه المحله شفنا 7 عرضيات منهم واحده بس بشكل صحيح بنسبه 14%. يعني دي ارقام الشوط الاول، اهم الارقام فيها زي ما قلنا هي التمريرات البينيه الكثيره، العرضيات ما كانتش بشكل كبير. وزي ما كابتن بلال قال بقى الشوط الثاني كان خد شكل ثاني، لان بدا نفتح الملعب ونبص على ارقام المباراه بشكل عام، هتورينا بقى ان الاهلي ازاي ان هو قدر ان هو يمسك الكره بشكل اكبر. طبعا الاستحواذ مازال كان للنادي الاهلي يعني نسبه كبيره جدا، 72% مقابل 28% لبلديه المحله. يعني تخيل ان الاستحواذ بالدقائق، حتى الكوره في ارجل لعيبه النادي الاهلي الوسط 31 دقيقه يعني صافي النهارده من اجمالي المباراه. تخيل ده رقم او نسبه دقائق كبيره جدا بتشير، وهنشوفها بالتمريرات، نادي بلديه المحله 10 دقائق، الركنيات عند النادي الاهلي 8، يعني قلنا 4 في الشوط الاول و4 في الشوط الثاني، عند البلديه 5 ركنيات، كان عندهم 3 في الشوط الاول و2 في الشوط الثاني. تسلل النهارده ده رقم غريب شويه، ان الاهلي وقع في تسلل 6 مرات في اجمالي المباراه مقابل تسلل وحيد لبلديه المحله. نتابع بقى المحاولات والتسديدات اهيت، خلاص بقينا 22 تسديده منهم 6 على 3 خشبات بدقه 27%، نادي بلديه محله 7 فقط و4 بشكل صحيح بدقه 57%. الفرص بقى الاهلي ضاعف فرصه، 17 فرصه مقابل 5 فرص لبلديه المحله، ولكن الاكس جي عند النادي الاهلي النهارده من واقع الفرص والتسديدات ده يا كابتن كان ممكن نصل ل4 اهداف. تخيل في يعني ارقام بتقول لنا النهارده ضاعنا فرص كبيره جدا مقابل يعني فرصه، يعني اهداف متوقعه عند بلديه محله قد يصل الى هدف، وده ما تحقق يعني بالنسبه لهم. التمريرات الصحيحه، ونتخيل النهارده الاهلي عمل 518 تمريره صحيحه من 670، يعني رقم كبير جدا، وصلنا لدقه 84%. التمريرات الصحيحه عند بلديه المحله 138 تمريره فقط صحيحه بدقه 58%، وده اتعكس وشفناه في ارضيه الملعب. يعني كان في تشليد بشكل كبير جدا، ما كانش البيلد اب عندهم واضح، وكان الكرات شورت باص مش كتير. نخش على الكرات التمريرات الطوليه، 53 تمريره طوليه عند البلديه منهم 14 بس بشكل صحيح بدقه 26%، اما النادي الاهلي 58 منهم 20 صحيحه بدقه 34%. هنا برضو التمريرات البينيه كنا بنقول 14، ضاعفنا الرقم 28، فبدا الاهلي يلعب عرضيات وبدا يلعب كرات بينيه بشكل كبير جدا، حتى العرضيات 21 عرضيه منهم 6 بشكل صحيح بدقه 29%، الناحيه الثانيه برضو عند البلديه 17 منهم 5 بدقه 29%. تصديات حراس المرمى مصطفى شوبير شال 3، حارس بلديه شال 5 تصديات. ده بشكل عام كده يا كابتن. احنا النهارده متخيل ان اعلى سكور في الارقام ديت زي ما كنت بقول لحضراتكم عمر كمال في ال 13 او ال 12 دقيقه، لانه عمل تحول للمباراه بشكل كبير جدا بالاضافه لحسين الشحات. لكن احنا هنركز ليه على عمر كمال، خد احسن سكور من واقع الارقام للحاجتين اللي احنا دايما بنتكلم فيهم، الناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه. في الناحيه الهجوميه الراجل احرز هدف، عمل اسيست وعنده كي باس، صناعه فرصه محققه النهارده واحده، ده من الناحيه الهجوميه. اما من الناحيه الدفاعيه كان عنده طبعا من في الالتحامات الثنائيه والمواجهات الثنائيه، يعني اعتقد 2 وكسب منهم 2، يعني كل المواجهات اللي هو لعبها النهارده كسبهم، حتى المحاولات اللي هي الالتحامات الهوائيه برده كان ليه جذور كبير جدا عمر كمال في ال 13 دقيقه اللي لعبه. فبالتالي هو كان افضل سكور النهارده. النهارده كابتن كان في فرص كتيره جدا عند النادي الاهلي،
حضراتكم وصفتوها، يعني لو تكملة للفرص ديت كان في حالات كبيرة جدا بتشير اننا في الشوط الاول كان النادي الاهلي عنده فرص كبيرة جدا، لان الماتشات السابقة عند بلدية المحلة شفنا الاهداف حتى اللي دخلت فيهم كان عندهم مشاكل كبيره جدا في التمركز في الرقابه، وخاصه من الكرات الثابته او الكرات العرضيه المتحركه كانت بتشكل خطوره عليهم. وشفنا هدف سموحه، وشفنا قبل كده اهداف دخلت فيهم بنفس الشكل. شفنا فرص النهارده، فرصه كبيره جدا من فاول برضو من كره ثابته لعبها رضا سليم نزلت بسهوله جدا عند كهربا وضاعت. كان في فرص كبيره جدا، القطعه اللي شفناها بتاعت اكرم واتلعبت برضو كانت فرصة خطيرة جدا كملت. يعني احنا لو الشباب كان معقن نبلي الحالات، ولكن هي تكملة اللي حضراتكم قلتوها، هي مجرد عايزين نقول ان احنا عندنا فرص. ده ارقام عمر 13 زي ما قلنا، هو انا كابتن لمس الكرة 26 مرة، يعني رقم قليل جدا. بس هنا بقى التأثير، تأثير اللاعب من الناحية الهجومية والناحية الدفاعية. زي ما قلنا جون وعمل اسيست وعمل كي باس، وكان ليه دور كبير جدا. نكمل عشان نشوف برضو الناحيه طبعا الالتحامات زي ما قلنا والتدخلات عرضيات. النهارده عمل 3 كروس منهم واحده بشكل صحيح في ال 13 دقيقه دول، تبريرات مفتاحيه واحده، التحامات هوائيه زي ما قلنا واحده وكسبها، والتدخلات الثنائيه 2 وكسبهم برضو بشكل كبير. ده بشكل يعني مختصر عن ارقام النهارده. الايجابيه طبعا الفوز المهم، يعني له دور كبير جدا من الناحيه النفسيه والمعنويه قبل المواجهه القادمه. كابتن ايمن شكرا جزيلا يا باز، والتوفيق للنادي الاهلي للمبارتين القادمتين باذن الله. باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا كابتن. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، انتظرونا. كان ليا تعليق على الفقره التحكيميه واللي حصل النهارده في مباراه الاهلي وبلديه المحله. على فكره حصل برضه في ماتشات قبل كده وماتشات قريبة، والنادي الأهلي كسب الماتشات، كسب الماتشات. لكن في الاستوديو اللي فات قلنا إيه؟ مش هنسكت، مش هنسكت على حق حتى لو النادي الأهلي كسبان الماتش. وإحنا عارفين إن إحنا عندنا مجلس إدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب يعرف يجيب حق النادي الأهلي كويس قوي قوي قوي. اللي شفناه النهارده مع الكابتن ناصر، بس ما كانش فيه وقت ان احنا نجيبه بعد كده لان دخل الباز، كان فيه تعمد في عنف غير مبرر ضد لعيبه النادي الاهلي. يا ريت نجيب اللقطات، يا ريت نجيب اللقطات. ماشي. لا مش دي، لا في كوره ممكن في كوره اكرم توفيق ممكن يبطل فيها، ممكن يبطل فيها. طب هات دي ده قطم رجل، ده دي ممكن مش تكسر، دي ممكن تجيب رجله، ده بتقطم رجله جزئين. كره زي دي ربنا ستر، كره زي دي كان لازم الفار بره يتدخل ويجيب الحكم ويقول له ده كارت احمر مباشر، طرد، طرد مباشر. ده احنا كمان بنتكلم عن ايه؟ احنا بنتكلم على حالة بس هي ضد لاعب النادي الاهلي، احنا بنتكلم عموما مش بنتكلم بصفة خاصة، بس الحالة قدامنا في ماتش النهاردة. قولوا لي حضراتكم الفار كان مستني ايه في كرة زي دي؟ ان اكرم توفيق رجله تبقى نصين؟ كرة زي دي الحكم هنقول الحكم ما شافهاش، غلطة الحكم وكان واقف غلط وما شافهاش. الاخوة الفار اللي قاعدين حاطين رجل على رجل جوه غرفة الفار، ازاي ما جابوش الحكم في كرة زي دي؟ ما انا ده هيخليني ان انا افكر في حاجة تانية خالص. قلتها لحضراتكم الاستوديو اللي فات، انا شامم ريحة كده كانت بتحصل من سنتين تلاتة، شامم ريحة كانت بتحصل من سنتين تلاتة، ان البطولة بتتزق كده في اتجاه معين. واضح، واضح الفترة الأخيرة إن البطولة بتتزق عن عمد في اتجاه معين، وإحنا مش هنسكت، وعندنا رئيس مجلس إدارة محترم كابتن محمود الخطيب، وعندنا مجلس إدارة محترم يعرف كويس أوي 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 ياخد حق النادي الأهلي. وبنقول تاني مش هنسكت على حقنا، وإحنا هنا هندافع عن حق النادي الأهلي. اللي إحنا شايفينه ده و
ادي كره ثانيه، هات الكره دي ثاني، في كره على الخط، هات الكره دي كمان ثاني. ده ايه دي؟ دي ده كمان تعامد، الراجل ما لمس الكره خالص، وشايط رجل كهربا، شايط ركبه كهربا. ايه ده؟ ده يعني الحالات ديت، الحالات دي ازاي التحكيم ملوش دور في الحالات اللي زي دي؟ الحاله اللي فاتت ازاي الفار ما اتدخلش في حاله زي دي؟ الله، فين الحمايه من الحكم في الملعب؟ انت بتدي حمايه لفريق على حساب فريق؟ ايه ده؟ وفي الاخر خالص يقول لك ده الاهلي بيتجامل، فين الاهلي بيتجامل؟ امال الفرق اللي بتتجامل في الماتشات اللي بتحسب لها ركلات جزاء عشان تكسب الماتش وتعدي بيه، بقول لحضراتكم انا شامم ريحه كانت بتحصل من سنتين ثلاثه، حصلت من سنتين ثلاثه وعانينا منها وخسرنا بطولتين بسببهم. الريحه دي انا شاممها اليومين دول او الفتره دي، واضحه جدا جدا جدا، يعني الاعمى يشوفها، الاعمى يشوفها. وفي بيان بكره هيطلع من مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب على الحاجات اللي بتحصل في النادي الاهلي دي، تروح لاتحاد الكوره وشكوى رسمي، واللي بيحصل من الحكام، واللي بيحصل من مسانده ومساعده لبعض الفرق على حساب بعض الفرق. والكلام ده حصل من سنتين ثلاثه لو حضراتكم متذكرين، اتداس على النادي الاهلي كتير جدا 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 موسمين ورا بعض، منهم موسم 17 نقطه بسبب اخطاء تحكيميه، وموسم بسبب برضه الاخطاء التحكيميه 14 نقطه عمدا. لا، المره دي مش هنسكت، المره دي مش هنسكت. ومع كامل احترامنا لحكم المباراه، ازاي مباراه للنادي الاهلي واي فريق قدامه، ازاي مباراه للنادي الاهلي واي فريق قدامه تحط حكم زي ده، تحط حكم زي ده؟ مع احترامي للحكم، كره هي زي دي، شفنا نفس الواقعه دي في مباراه بيراميدز وفيوتشر، هي 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 اهي، واتحسبت ركله الجزاء لبيراميدز عشان يكسب، عشان يكسب في الدقايق الاخيره ولا الثواني الاخيره في مباراه فيوتشر. كل اللي حصل او بيحصل ضد النادي الاهلي في الفتره دي في شكوى رسميه هتتقدم بكره ان شاء الله من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب لاتحاد الكوره، لان اللي بيحصل في النادي الاهلي اليومين دول واللي بيحصل لمجاملات لبعض الفرق على حساب فرق اخرى، لا يعني زاد الحد، زاد عن حده. احنا دايما بنتكلم بنقول ايه؟ اديني حقي ودي الفرقه اللي قدامي حقها. احنا كل اللي عايزينه عداله، وانا قلت مره قبل كده ما العداله مش هتتوفر غير لما يكون في ضمير، والضمير غايب اليومين دول، الضمير غايب اليومين دول. واضح كده ان اتحاد الكره واخد اتجاه تاني خالص، واضح. وشفنا في قضيه الشيبي وحسين الشحات اتحاد الكره عارف الخطا فين، اتحاد الكره عارف الخطا فين، وعارف ان الشيبي اخطا انه لجا للمحاكم المدنيه، وبيبعت ليه؟ الاتحاد الدولي عشان يحل له المشكله. ما انت عارف اللوائح، ما انت عارف المشكله وحلها، انت عارف المشكله وحلها. لو عارف المشكله وحلها وانت عارف المشكله وحلها خلاص الراجل ده يتوقف لانه لجأ للمحاكم المدنيه، ده الوضع الطبيعي. انما بقى هنشوف، طب وهنعمل، طب وهنحاول نخليهم ايه ده؟ النادي الاهلي مش هيسكت على حقوقه، النادي الاهلي
مش هيسكت على حقوقه. دي حقوق النادي الاهلي. دي حقوق النادي الاهلي. مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب مش هيسكت على اللي بيحصل في النادي الاهلي اليومين دول. مش في لوائح وفي قوانين؟ احنا عايزين نمشي باللوائح والقوانين. احنا عايزين نمشي باللوائح والقوانين. انما وطبعا عايزين العداله زي ما قلنا، بس انا شايف ان العداله محتاجه ضمير، والضمير غايب اليومين دول. الضمير غايب. الضمير رايح في حته ثانيه. الضمير رايح في حته ثانيه، واضحه جدا 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 وضوح الشمس. واضحه وضوح الشمس. بس بدات بدري شويه. بدات بدري شويه. اقول لك الله، هو يا عم ايه هو النادي الاهلي هياخد كل البطولات؟ ما انت واخد الاربع بطولات السنه اللي فاتت. واخد كاس واخد دوري واخد افريقيا واخد سوبر مصري. لا ايه يعني لما تخسر بطوله ايه المشكله يعني؟ نيجي على النادي الاهلي نذبح النادي الاهلي؟ لا لا، مش هنسكت المره دي، مش هنسكت المره دي، وهنعرف ناخد حق النادي الاهلي. وزي ما قال الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي، هنعرف ناخد حقنا باللوائح والقوانين. احنا ما بنهددش، ما بنهددش. كابتن شريف، اللي بيحصل كتير، واللي بيحصل واضح ان في حاجه بتتعمل في الخفاء. لا في الخفاء ايه، دي بقت في العلن دلوقتي. انا عايز اقول لك على حاجه ايمن، انا مستوقفني في كل ده ماتش البنك الاهلي وضربه الجزاء اللي بالايد اللي هي موجوده دي. لا الاستاذ اللي على الفار جابه ولا الحكم. لا دي اخطاء تحكيميه متكرره. لا 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 دي البدايه. ايوه ده دي كانت البدايه. ده الموقف ده خلاص ادى الاشاره، الجرين لاين بنسميه. ايوه ومن بعدها بقى توالت الاحداث، توالت اللي بيحصل النهارده في الماتش ده، توالت ماتشات بعد كده. نبص نلاقي نفس الحكمين، مره هو اللي بيحكم والتاني فار، يروح مغيرينه جايبينه هو فار والتاني يحكم. اتفضل ادي الكوره يا كابتن. هي 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 لا ده بس دي اتحسبت لبيراميدز. طب ما تجيب لي وما اتحسبتش للنادي الاهلي. طب ما تجيب لي بتاعه البنك الاهلي. اما دي تتحسب امال بتاعه البنك الاهلي ايه؟ يعني الحكايه دي لو انت هتخش فيها انت لازم تقعد تصفي. بس نعدي ان شاء الله الفتره اللي جايه دي وتصفي. ها والموقف طبعا اللي واخده النادي الاهلي ده موقف بحت من حقوقه الشرعيه والجماهيره كمان والناس اللي بتتعب دي واللعيبه والأجهزة وكل لا في جميع اللعبات وجميع حاجات. ده حق مشروع انك تحافظ على نفسك. الراجل ممكن يقطم يبطل لعيب كورة النهاردة، اتنين لعيبة كورة في لعبتين مختلفتين كويس. ولا وبعدين انت ايه، انت مش في لا انت بينك وبينه 4 ياردات وثلاث ياردات. كابتن شريف انا داخل على معمعة وداخل على نهائي افريقي وبيحصل كده في لعيبتي في الملعب والحكم ما بيوفريش الحماية. ما فيش اتفضل. بص والحكم ما يفرش حمايه. 5 خطوات بين الكوره ايه ده؟ يعني انا مش فاهم يعني اكنه بيجنن. يعني هو بينه وبين الكوره 3-4 خطوات. شايف كويس قوي قوي اللعبه. ولا انا عايز اقول لك حاجه، والفار فين؟ طب الحكم ويمكن من وجهه الفار فين كان؟ لا الفار فين كان في كوره اكرم. لا ودي هو دي ايه دي؟ انا مش فاهم. دي ممكن ياخد انذار، انما كوره اكرم ده طرد مباشر، كارت احمر مباشر. ده دي دايركت شوتنج في جسم في رجل اللاعب ومعرضه للخطر اللاعب كمان. هو الانذارات بتتاخد ليه والطرد ليه؟ لا وبص رد فعل الانذارات والطرد بتتاخد ليه؟ مش للتهور والخشونه والايذاء والايذاء طبعا. وبعدين انت لازم تحمي اللعيب اللي هو متاخد. لا الحمد لله انها عدت على خير. انت تقول الحمد لله بقى كحكم هو كده كفايه الحمد لله عدت اكتفى منها عدت على خير. ما حصلش حاجه للعيب. ما حصلش حاجه. اطرده ازاي ولا اديله انذار؟ بص ده كره اكرم دي. بعدين انت كحكم ده دي كارت احمر ومحضر. النهارده الحكم ده كان واضح والحكم بص فين؟ بص كره بص الحكم كان فين في كره اكرم توفيق؟ ده بص فين؟ خطوتين. وبعدين ده كان واضح يعني ايمن بعيد عن اللعبه خطوتين. طول الماتش ايمن الحكم ده هادي. ده قدام عينه يا كابتن. بقول لك ايه، ده طول الماتش الحكم ده هادي ومقدر انه بيعمل ماتش كبير لاكبر فرقه في مصر وفي افريقيا. يعني كانت الشواهد كلها ممكن تخليه باستخدام القانون الصح يطلع سوبر النهارده. استخدام قانوني. لا انا عايزك تجيب لي اللقطه معلش والحكم
بعد الكرة دي مباشرة. لا وسع الكادر ووريني بس رد فعل الحكم. بص بقى رد فعل الحكم. مفيش حاجة. ولا كأنه شاف اللعبة. مفيش حاجة. ولا كأنه شاف اللعبة وما حسبش فاول أصلا. وهو بعيد يبعد عن اللعبة ياردتين. إيه ده؟ إيه ده؟ لا بص رد فعله بعد الكرة. ده ولا كأنه شاف اللعبة. طب والفار يا عيني. ولا كأنه شاف اللعبة. لا الفار حط رجل على الرجل جوه. لا ما في حاجات بتتعمل اليومين دول احنا شفناها من سنتين ثلاثة. اتعملت من سنتين ثلاثة ضد النادي الأهلي. وكان في تعمد انها تتعمل عشان تبقى ضد النادي الأهلي. الكلام ده بيحصل اليومين دول. ده راجل هيكسروا رجليه. ده هيقطم رجليه حتتين. والحكم يبعد ياردتين وما حسبش الكرة دي فاول. وزي ما قال الكابتن ناصر اللاعب ده واخد انذار. لا ده ما ياخدش انذار. ده ياخد طرد مباشر. ده ياخد كارت احمر. هو ده. ايه ده؟ فرقه عندها فاينل. لا ورد فعل. واحنا عندنا صحيح فاينل. وعندنا كمان فاينل. عندي فاينل الماتش الجاي يعني المفروض احنا فريندلي. ودي واحده تانية منه اللي هو خد فيها كارت اصفر. بس هو حتى لو نفس اللاعب الكره الاخيره بتاعه اكرم توفيق لما دخل فيه برجله ده كارت احمر. ده مباشر. والفار دوره ايه؟ انا عايز افهم الفار دوره ايه. هما الاخوه اللي هما قاعدين في غرفه الفار قاعدين ليه؟ ما خلاص بلاها بلاها غرفه فار ما دام ما بيدينيش حقي. ده الفار معمول عشانك انت. معمول ليه؟ يعني انت الفار معمول ليه؟ معمول عشان نحن. عشان لو في اخطاء ضد النادي الاهلي. ايوه احنا رجله عاليه. ده طرد مباشر كارت احمر مباشر. يعني صعب. يا لا بصراحه انا كمان ما كنتش واخد بالي من رد فعل الحكم بعد الكره دي. لا 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 ده رد فعل ايه؟ لا لا ده ولا كان حصل حاجه. بقول لك يا ايمن الانذار ده جاي لي انا من عند ماتش البنك الاهلي. خلاص جات لي الرساله. انا خدت الرساله من المباراه دي. ايوه اكسبوا في الملعب. انتوا اعملوا ما انتوا محتاجيننا في ايه؟ الغريبه ان وضع الحكم 10 على 10 شايف الكوره والرؤيه واضحه جدا جدا جدا. ما هو ده هيخليني اشكك. طب والفار الفار قاعد حاطط رجل على الرجل. لا 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 ده مشكله. لا لا هي كره البنك الاهلي يا كابتن. بص لا بص واقف فين هو اللي في ايده بيدي ضربه مرمى بالظبط. والفار فين؟ ركله مرمى البنا ومحمد عادل. محمود البنا. لا بقول لك ايده في جنب. كان حنفي ولا كان هات لنا الكوره دي تاني. معلش هات لنا الكوره دي تاني. مين اللي على الفار؟ خليه يقول لي بس. اتفضل اهي. اتفضل ماشي. بص ايده وبيلعب. بص ايده فين؟ الكوره نزلت تحتيه. ده مين اللي جت في ايده؟ ايمن اشرف. ايمن اشرف. الكوره تحتيه. طب ايه دي؟ الكوره وقفت تحتيه. والكابتن محمود البنا شايف كل حاجه. يعني هو واقف وقفه صح والرؤيه بالنسبه له 10 على 10 والكره دي فاشله. والكره رايحه قانونا ما فيهاش ادفانتج. لا ده ايمن اشرف هو اللي حاطط ايده كمان. لا قانونا لما رجعت ده مش جنبه. لا ثانيه واحده. قانونا لما نطت لربيعه ما فيش ادفانتج في ضربه الجزاء. ايوه القانون بيقول كده. لا ده ايد ايمن اشرف رايحه للكوره. فاهمني؟ مش في جنبه. الكره جت وقفت لمين؟ لربيعه. ايوه بالظبط. ربيعه راح شايطها. ما فيش ادفانتج. لا اديني حقي. فين الفار بقى؟ الفار كان فين؟ كان واخد اجازه. يعني الكابتن محمود البنا واقف صح وشايف صح وما حسبهاش. يا حبيبي كان 3-2 في الوقت ده. كان ليه رؤيه ما اعرفش. 3-2 ما اعرفش قصده ايه. كان 3-2 يبقى 4-2. يبقى 4-2 تخلص 4-3. فين بقى دور غرفه الفار في الماتش ده؟ لا 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 انا بقول لك من الماتش ده العلامه بالنسبه لي انا ان خلاص السكه اتفتحت. ودي لا وحسب ركله مرمى وايه وثابت جدا الكابتن محمود البنا. ومحدش هيجيبه. بعدين هو مره هو حكم هنا جدا. مره هو حكم هنا والفار يبقى حكم مره وهو يرجع يبقى فار. هما الاثنين بس. هو الاثنين دول اللي بيحكموا. هو دور الفار ايه هنا؟ بقول لك ودور الفار ايه النهارده في كوره اكرم توفيق؟ الاثنين دول هما اللي بيحكموا. ولا الفار ده معمول لناس معينه؟ لا اتفضل بص الزاويه دي. وعلى فكره ده كابتن محمود البنا وليه كامل التقدير والاحترام واحنا بنشيد بيه على طول. يعني كنا بنقول عليه احسن حكم في مصر. في ماتش سموحه والزمالك طارد حسام حسن في ركله جزاء صحيحه لسموحه. في ركله جزاء صحيحه لسموحه والفار جابه. الفار جابه.
وشاف الكوره وشاف اللعبه وشاف الشده، شاف الشده اللي ما اختلفش عليها اي حكم واي خبير تحكيمي، وكلهم اكدوا ان الكوره ركله جزاء. لا، يرجع بعد ما شاف الفار ويدي انذار تاني ليه حسام حسن بره. لا لا، ده هو طرده ايمن، كارت احمر طرده ايمن قبل ما يرجع. كان طرده من الاول. ايوه، هو قال لك انا مش كان طرده من الاول. قال لك انا مش مقتنع بال... كان طرده من الاول وقال ايه بعد ما رجع؟ انا مش مقتنع. بعد ما طرد حسام حسن قال انا مش مقتنع باللي انا شفته. اللي هو شافه جوه، واحنا شفناه كلنا على شاشات التلفزيون، الشده لحسام حسن، وحسام حسن وقع، اداله انذار تاني وكارت احمر للدعاء التمثيل، وراح شاف اللعبه، وكلنا توقعنا انه هيرجع في كلامه ويدي ركله جزاء لسموحه. لا، كده ايه بقى النظام؟ يعني كده الكلام ده عشناه من سنتين ثلاثه وتكرر سنتين لو تفتكروا حضراتكم، ولكن ان شاء الله مش هيتكرر ومش هنعيشه تاني السنة دي ان شاء الله. والنادي الاهلي يعرف ياخد حقه قوي 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 بالقانون واللوائح. موضوع ما يتسكتش عليه، ومش هنسكت، وعندنا مجلس إدارة قوي يعرف يجيب حق النادي الأهلي كويس قوي قوي قوي، ويعرف يحافظ على حقوق النادي كويس قوي قوي قوي. كابتن أسامة، لو ليك تعليق. كابتن عادل، كابتن بلال. نتمنى بس حقوق النادي تتاخد، ومجلس إدارة زي ما انت قلت هيقف لو في اي واقع من الظلم احنا شايفينه النهارده. طبعا الواقعه بتاعت الطرد دي كانت واضحه، بس احنا ما نعرفش الفار ما استدعاش الحكم ليه. يعني حتى لو الحكم ما شافهاش او احساسه ان الاثنين جايين بيتزحلقوا مع بعض ما شافهاش اللعبه مشتركه، لكن في الاعاده في الفار بانت اكتر. نتمنى الحقوق تيجي وكل واحد ياخد حقه، وده مطلب النادي الاهلي، ما بيطلبش ان شاء الله اكتر من حقه، وباذن الله الفترات الجايه. لا اللعبه دي اصلا بطلت لعيبه قبل كده، انا اللي مستغرب له رد فعل الحكم. لا، افتح الكادر وريني رد فعل الحكم، ده اللي انا مستغربه. ايمن، ممكن ده الحكم مودي وشه الناحيه الثانيه. بس دلوقتي في الكوره ممكن يحصل ان الحكم، هنفترض انه اخطا، او في فار يا كابتن، بار الفار بقى، هي الفار. انا شايف ان دي غلطه الفار اكتر من الحكم، لان هي الاثنين جايين متزحلقين، هو الثاني طبعا كابتن اللاعب البلديه هو اللي بين الحكم يا كابتن والواقعه ما يكملش متر. ماشي، ده ماشي. الاثنين جايين متزحلقين، فطبعا لكن التهور من لاعب البلديه اكتر، والكاميرا لما وضحت انه رافع رجله في 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 رجل اكرم توفيق، ايه ده؟ الساق بتاع اكرم توفيق، فهي تبان للفار اكتر. يعني برضو مش هن وانا كفار مش هن يعني مش هنقدر ناكدها للحكم 100%، لكن الفار هو اللي اوضح له بكتير. اللعبه دي كان لازم يبقى فيها طرد مباشر، او على الاقل الانذار الثاني، وكان هيبقى طرد برضو للاعب لاعب البلدية، لاعب البلدية اللي هو مؤمن راضي، لانه كان واخد قبلها انذار على طول. صحيح. على فكرة الواقعة دي كانت قبل كده حصلت في ماتش النادي الاهلي والهلال السعودي في كاس العالم للاندية، وبسبب لعبة زي دي بالظبط حصل طرد الاثنين من لعيبة الهلال السعودي. كابتن عادل، والله انا قلت لك قبل المباراة وتمنيت ان فرقه البلديه تلعب بشكل يعني في مفهوش عنف، رقيه عن كده، عشان فرقه من بلده بتلعب في فاينل افريقيا. انا لو الزمالك كان مكان الاهلي كنت قلت كده. ايوه. الحاجه الثانيه المهمه، الاختيار الحكم في مباراه زي دي لازم يختار على المعايير اللي انا بقولها عليك، لان هيبقى في عنف في مباراه فيها عنف،
وفيها قوه، فكان يجب انه لازم يحصل ان كان يبقى حكم اقوى من كده كتير قوي. لكن صحيح. في اخر الامر الكره فيها كل حاجه، وليك حقك انك انت تدافع عن نفسك، وليك حقك انك انت بقوتك اللي هي اللي معاك الحق فيها تشتغل. ما فيش حاجه اسمها انك تتنازل عن اي حاجه، لانك اتنازلت قبل كده في وقت من الاوقات خسرنا دوريين 18 نقطة في الفار و 14 في الفار تاني سنة. صحيح. وخلي بالك أنا من ساعتها كنت بقول وبحذر إن الكلام بيبقى في الفار أكتر من الملعب. مظبوط. وفي تعمد. أصل دي ما فيهاش يعني أي حد شايفها، يعني يعني شكله إيه الراجل اللي كان قاعد في الفار النهاردة؟ يعني هو لو سمع دلوقتي الكلام اللي إحنا بنتكلمه أنت شكلك إيه؟ أولاً لا انت ما بتعرفش تشتغل شغلتك وما شفتهاش، ويبقى انت ما تفهمش ما تعرفش تشتغل شغلتك. وكرة كمان مش محتاجه بقى، كرة زيها بالظبط مش محتاجه. هنا اتحسبت لبيراميدز ماتش فيوتشر، هنا ما اتحسبتش للنادي الاهلي. انا طول عمري النهارده ماتش البلديه، انا طول عمري بقول ان الفار تقيل عليك قوي، بيديك بالعافيه، بيدي النادي الاهلي بالعافيه على طول بجد. يعني انا فاكر جون ايمن اشرف اللي جابه في جابه في البنك الاهلي، لا الحرس الحدود اللي اتحسب فاول علينا، وجي الحكم وحكم اجنبي جه قال لك عمر ما الكره دي تعمل. فمن الاخر يا كابتن ايمن خلاص يعني هنعمل ايه، خد حقك اشتغل، دافع عن كيانك، دافع عن نفسك، ما هو ما فيهاش سكوت. صحيح كابتن بلال. يعني كباتن اتكلموا وقالوا كل حاجه، لكن انا بشوف ان هذا امر دبر بليل، يعني ولا بد ان احنا يعني النادي الاهلي يعني ياخد احتياطه كويس جدا جدا يا كابتن ايمن، لان الامور دي يعني لا يصح انك تسكت عليها. يعني الساكت عن الحق يعني مفرط في الحق، يعني تسكت على حقك يبقى انت كده بتفرط فيه، يبقى انت ما تستحقش انك تاخد الحق. فانا شايف ان الاهلي لن يعني يكن صامتا يعني عن الحق بتاعه، والاهلي اعتقد ان الاهلي قادر انه ياخد حقه، احنا مش عجزه يعني. طبعا متاكدين مليون المية. صحيح. طيب اخيرا كابتن شريف، لو قلنا رجل مباراه اليوم. مبروك، وخليني ارجع للمباراه واحس ان كان في روح لعيبه النادي الاهلي كلها في الشوط الثاني بعد ما اتاخرنا بهدف، رجعت بالمباراه وقدمت النهائي. مين رجل المباراه؟ رجل المباراه كابتن شريف. مين يا كابتن؟ ما هو رجل المباراه انا هديها النهارده لموديست، انه حقق لي الثلاث نقاط، ومعاه طبعا عمر كمال عبد الواحد. الحقيقه الاثنين هم اصحاب الثلاث نقاط النهارده. واحد يا كابتن. كابتن عادل. وانت كابتن عادل. انا عمر كمال، لانه انا احب الانتاج، ولعب وقت قليل لكن انتاجه عالي قوي. كابتن وسام. انا هديها للفرقه ككل في شوط. لا واحد يا كابتن، واحد يا كابتن. طب اخترنا لعيب معين. انا بصراحه النهارده مش شايف حد قادر اميزه ان اديله رجل المباراه. عمر كمال طبعا نزل اثر كتير جدا، ولكن كل اللي لعبوا 12 دقيقه، فمش عايزين واحد يا كابتن. هو طبعا هو واضح انه اديله هو رجل المباراه. أيوه. عايزين واحد. لكن انا طول عمري بقول رجل مباراه على الاقل يكون لعب شوط وشويه، فلعب 12 دقيقه كان مؤثر جدا فيهم. لكن انا بالنسبه لي النهارده هتحجب الكابتن بلال. لا عمر لعب 28 دقيقه مش 12 دقيقه، وقت بعد 20 دقيقه او 13 دقيقه، فاهم؟ جدع بلال. طبعا فانا بدي له رجل المباراه عمر. طبعا برافو عليك، رجل المباراه كابتن. وانا بدي مودس برضه، وانا بتفق معاك. امال هنديها له امتى؟ انا اديها له امتى؟ انا الراجل احنا اتفقنا، ادينا عمر خلاص، احنا اتفقنا عمر. حدي مودس احنا ادينا له قبل كده مودس. طيب انا خد قبل كده كابتن بلال. خد خلاص، وانا بتفق معاكم ان عمر كمال هو رجل مباراه اليوم. اذا عمر كمال هو رجل مباراه اليوم. كده اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وبلديه محله في الجوله 22 من الدوري العام المصري الممتاز لكره القدم، والتي انتهت بفوز غالي للنادي الاهلي 2-1. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه، وبتوفيق المباراه القادمه
كان نفسنا نتكلم فيها امام الترجي، ولكن الوقت خدنا. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي لحسم الامور هناك لصالحه. انا يمكن كابتن شريف قال لك ممكن النادي الاهلي يحسمها هناك، انما انا دايما بقول الماتشات دي بتتحسم في المباراه الثانيه، وان شاء الله النادي الاهلي يحسمها هناك ويحسمها هنا بعون الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، شكرا يا كابتن والف مبروك. ومين اللي قال لك ان الاهلي هيوصل مع الترجي في الفاينل؟ انت قلت لي لما انا اتفرجت عليهم ماتش اسك. ايوه فريق منظم وقوي ولما قلنا هيلعب مع سان داونز ها قلت لك مين وارقامه كويسه قلت لك مين اللي هيكسب الماتشات بتاعتك؟ قلت لك هيعدي ويقابل الاهلي في الفاينل. صحيح هو ارقامه كويسه من الجميل اللي انا اتمنى لفرقتي ان شاء الله الفرح ان شاء الله رب العالمين ولجماهيرها. بشكرك وعقبال ما نبارك لبعض يا رب ان شاء الله. كابتن عادل شكرا يا كابتن. شكرا كابتن ايمن وعقبال اللي جاي ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن اسامه. شكرا ايمن والف مبروك وان شاء الله ماتش الترجي نقدر نعمل نتيجه كويسه في رادس عشان يبقى الحسم ان شاء الله في القاهره باذن الله يعني. طبعا فرقه كبيره جدا ونحترمها وتاريخها كبير قوي وماتشاتنا تملي معاهم صعبه فنتمنى التوفيق ان شاء الله باذن الله يا رب ان شاء الله. شكرا كابتن بلال وكل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الماتشين الجايين. شكرا كابتن ايمن وبالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله. وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.